اه مفيش السلام مخاطر عليكم اساسا. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام. يا جماعة هو في سيكولوجية أصلا؟ يعني انتوا مين اللي قال ان في سيكولوجية النهاردة؟ محدش قال، هو لسه واخد. السلام لسه عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت بتكلم والمايك مقفول، بس فكنت بقول لكم يعني الناس بتوع مجموعة واحد اللي ميعادهم الساعة 8، انتوا عندكم محاضرة تاني تقريبا، حد قال؟ فاستاذكم لا ما لا يا بنتي، مفيش محاضرات تانية، خلاص اتلغت المنهج، خلص. المنهج خلص والدكتور مش هيدخل معاكم، مش كده؟ اه خلاص، هم مخلصين المنهج من بقالنا محاضرة. فإذا نقول الكلام ده هناك، عشان انا قلت حد كان قال دلوقتي ان عندكم محاضرة. لا مفيش. احنا سيكولوجية بيديها 2 دكاترة، دكتور عاصم ودكتور محمود، والاتنين خلصوا المناهج بتاعهم، طيب فالمفروض يا ان رب. مفيش النهاردة حاجة. طيب كويس، يبقى طيب انا حذفت اللينك، اجيبه منين اللينك دلوقتي تاني؟ بسم الله، مش موجود. طيب اجيب لكم اللينك بس. دكتور ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ حاضر، لحظة واحدة بس كده. مجموعة ايه بقى؟ واحد، مجموعة واحد، مجموعة واحد. احنا النهارده هنعمل ايه؟ الناس كلها عارفه عاديها، فخليني اجل الاسئله بتاعت حضراتكم مش دلوقتي. احنا بس عشان التسجيل، احنا عايزين نعمل ايه النهارده؟ النهارده احنا النهارده مفيش محتوى، احنا النظري بتاعنا خلص اصلا، واحنا دلوقتي بنجهز مع باقي الزملاء في قسم اصول وفي الخاصه بمقرر المناخ، تكنولوجيا المناخ المدرسي، بنجهز لحضراتكم ملف في كل الحاجات اللي ليها علاقة بالمقرر، يعني الحاجات اللي هنمتحن فيها في النظري، الحاجات المقررة والحاجات القراءة فقط أو المحذوفة. فده إن شاء الله هيتنشر لحضراتكم النهاردة أو بكرة بإذن الله تعالى. طيب بالنسبة لي أنا يهمني دلوقتي، أنا داخل معاكم مخصوص علشان موضوع الجانب العملي الخاص بالامتحان بتاع يوم 22 اللي هو هيبقى الساعة 7 مساء، واللينك هيتبعت على الجروب بتاعنا بتاع التليجرام كالعادة. الامتحان ده هيبقى فيه 3 حاجات: الوورد والباوربوينت والانترنت. الانترنت احنا شرحناه اوريدي في المحاضرة رقم 2 في الفيديو المسجل، واللينك بتاعه موجود في الملف ده اللي هو هنا تحت كده، اللي هو اللينك ده. اللينك ده حضراتكم هتلاقوا فيه الايه، الشرح الخاص بما يتعلق بالجزء الخاص بالانترنت اللي هو احنا اتكلمنا فيه عن اتكلمنا فيه عن ازاي تعمل بريد الكتروني، وازاي وايه هي خدمات جوجل، اتعرفنا عليها بشكل عام، وبعدين اتكلمنا على الجوجل درايف وازاي تعمل تخزين ملفات او مشاركه ملفات بعد كده، وتعرفنا على ان انت ازاي تعمل اكونت على كروم، وشفنا الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالبورد اللي هو من جوجل والشات جي بي تي اعتقد، وكذلك اتعرفنا على بنك المعرفة المصري. فده كله ده، فكل دي هتبقى موجودة أسئلة مع حضراتكم في
الامتحان ان شاء الله الخاص بيوم واحد. طيب الامتحان هيبقى شكله عامل ازاي؟ الامتحان هيبقى شكله زي كده مثلا، يعني هدي حضراتكم سؤال مثلا على سبيل المثال في الوورد، هسأل كده سؤال واقول لمحاذاة النص يمينا نختار، وعامل لك ثلاث علامات اهو على كذا ايكون، هنا واحد هنا اتنين هنا تلاتة، فحضرتك هتختار الإجابة الصحيحة اللي هي واحد مثلا. تمام، ده شكل السؤال. هيبقى في زي بالظبط الفورم اللي احنا عملنا عليه التسليم الخاص بالأنشطة، هنشتغل على الامتحان. بأكد لحضراتكم الناس يفضل ان انت تستخدم جهاز كمبيوتر ما تستخدمش موبايل، علشان زي ما انت شايف الصورة ممكن متبقاش ظاهرة بشكل كامل على الموبايل، فيفضل ان حضرتك في الوقت البسيط ده اللي لا يتعدى ربع ساعة أقل، هيتحدد يعني ايه، نستخدم الجهاز الكمبيوتر علشان ما يبقاش فيه أي مشاكل فنية ليها علاقة بإيه، بإتاحة الأسئلة وإتاحة الإيه الصور عندك تبقى بشكل سريع. وتحاول لو لا قدر الله ما فيش بقى غير إن أنت لازم تدخل من موبايل، تقفل المكالمات بحيث إن ما تجيلكش مكالمة أثناء إجابتك. تحاول تعمل تنظف يعني، تخلي الميموري بتاعتك كويسة، ما يبقاش التحميل ضعيف، النت يبقى كويس، وهكذا. الحاجات الفنية دي اللي احنا مالناش دخل فيها مش عايزينها تعيقنا على ان احنا نجاوب الاسئله بتاعتنا. وزي ما حضراتكم شايفين ان شاء الله الاسئله لن تخرج عن الفيديو الاولاني اللي احنا اللي هو بتاع المحاضره الثانيه اللي احنا شرحنا فيه التعامل مع الانترنت والحاجات دي، واحنا رافعين لكم برضو على النشاط اهو مجموعه فيديوهات بتشرح بالتفصيل كل ما له علاقه بالوورد والباوربوينت. والنهارده هناخد جوله سريعه في الوورد والباوربوينت برضو علشان ناكد على الحاجات الخاصه بالبرنامجين دول. وبعد كده هسمع اسئلتكم واستفساراتكم، عشان الناس كلها في ناس كتير رفع ايديها، فهستاذنكم هنأجل بس ايه الاسئله عشان وقت محاضراتكم، الوقت الخاص بالمحاضره. دلوقتي انا عايز اتكلم عن الوورد يعني. فالحقيقه الوورد، برنامج الوورد، طيب قبل ما اتكلم عن الوورد، الاسئله هتبقى بالعربي ولا بالانجليزي؟ القوائم بتاعتنا هتبقى بالانجليزي زي كده، وتقريبا العربي والانجليزي مفيش فيهم اختلاف كتير، يعني مش هيبقى فيه اختلاف واضح. احنا متعودين على هوم وانسيرت يعني ادراج، وديزاين يعني تصميم، ولي اوت يعني تخطيط، وريفرنسز يعني مراجع، وميلينج يعني اللي هي البريد، وريفيو اللي هي مراجعه، وفيو اللي هي عرض. يعني القوائم واسمائها باللغه العربيه مش فارقه كتير عن الانجليزي، احنا متعودين على اهم حاجه تبقى عارف حضرتك الوظيفه منين بالظبط. فاحنا لو حبينا نتكلم عن برنامج الوورد والباوربوينت، خلينا ناخد جوله سريعه في البرنامج الخاص بالوورد الاول، وبعدين نتكلم عن الباوربوينت. طيب الحقيقه برنامج الوورد ده برنامج خاص بشركه مايكروسوفت. الصوت بس طالع لحضراتكم ولا ايه؟ طالع يا دكتور. تمام الوورد. فبنقول الوورد ده برنامج خاص ب شركه مايكروسوفت، وظيفته ان هو بتقدر تكتب بيه كتب ومذكرات وما الى ذلك، يعني ليه علاقه بالكتب، ليه علاقه بالكتابه والتنسيق بقى، وتنزل في الكتاب ده او في الملف بتاعك صور وجداول واشكال وهكذا. طيب يبقى اذا هو بيعتمد على البيجز او الصفحات، يعني الصفح الملف بتاعي مكون من مجموعه صفحات. طب انا اعرف منين عدد الصفحات او فين؟ اهو مكتوب تحت اهو، لو عملنا زوم كده هلاقي مكتوب بيج 1 اوف 2، يعني الصفحه الاولى من الملف كله صفحتين، وجايب لك هنا طبعا شويه التفاصيل دي هنشوفها دلوقتي. طيب نفتح ازاي الوورد؟ نفتح الوورد بطريقه من اتنين، يا اما تضغط على سطح المكتب في مكان فاضي ديسكتوب كده كليك يمين وتقول له نيو، وبعدين تضغط على هنا في مايكروسوفت وورد دوكيمنت، او عمل لك ملف وورد تقدر تغير الاسم بتاعه، مثلا هنسميه تيست كده. انت عملت ملف وورد، تضغط عليه دبل كليك هيفتح ملف وورد عندك، هيفتح لحظه يفتح ملف وورد فاضي تقدر تتعامل معاه اهو. ده الملف الوورد اللي احنا فتحناه دلوقتي. يبقى دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه الطريقه التقليديه لفتح اي برنامج من قائمه ستارت، وبعدين هو مرتب هنا البرامج ترتيب ابجدي حسب الحروف. هنروح لحرف الدبليو، ننزل كده لغايه لما نلاقي حرف الدبليو اهو في وورد، فبتضغط على الوورد بيفتح لك برده نفس الكلام برنامج الوورد. طيب هنا في اول ما بتفتح الوورد بيجي يسالك بقى انت عايز تعمل ايه بالظبط، انت عايز تفتح ملف فاضي، فبنضغط على بلانك دوكيومنت، عايز تفتح
حاجة نعم يعني بنسميها التمبلت. مش جاي، طب نقفل الصوت، نقفل الصوت. طيب مش جاية بكرة. دكتور المايك مش شغال عند حضرتك. حضرتك قفلت على نفسك يا دكتور. طيب فاحنا بنقول ان انت تقدر تفتح ملف فاضي خالص من بلانك هنا، وتقدر تفتح او تستخدم من التمبلت او من القوالب الجاهزه تقدر تستخدم ملف موجود بشكل مسبق. فلو فتحنا ملف فاضي خالص فبضغط على بلانك كده فتح لي الايه الوورد بتاعي. زي ما حضراتكم شايفين هنا المنطقه دي اللي هي منطقه العمل، دي الصفحات اهو، دي الصفحه الاولى. عايز افتح صفحه تانية اضغط كنترول انتر مثلا، او اضغط او اعمل من قائمه انسيرت واقول له بلانك بيج فينزل لي صفحه جديده. تمام، يبقى اذا لادراك صفحه جديده في الوورد بنضغط على انسيرت وبلانك بيج زي ما حضراتكم شايفين من هنا. طيب تعالوا نشوف بقى ايه مكونات الشاشه الرئيسيه. عندي هنا فوق خالص في هنا دول بنسميهم قائمه الوصول السريع، يعني ثلاثه ايكون هم حفظ وتراجع واعاده او اعاده او تراجع عن التراجع. وطبعا نقدر نضيف هنا زي ما احنا عايزين اي حاجه، نقدر نعمل تخصيص لاي ادوات نحطها في قائمه الوصول السريع. ده اول قائمه. وبعدين هنا الاسم بتاع الملف ونوع البرنامج بتاعي، وهنا في اللي هي الثلاث ازرار الخاصين بالاغلاق او الاغلاق والتكبير والتصغير. وبعد كده الجزء اللي يهمنا بقى الجزء الكبير ده اللي هو في الايه الادوات بتاعتي اللي بنسميه الشريط الادوات او الشريط او بيسموه التبويبات او الريبون. ده مقسم بقى كل الوظائف اللي احنا عايزين نشتغل عليها في الوورد الى مجموعه تبويبات. عندي هنا هوم وانسيرت. الهوم والانسيرت دول اكتر ناس احنا بنشتغل عليهم، اكتر يعني اكتر تبويبين احنا بنشتغل عليهم فيهم كل حاجه تقريبا. فكل واحده من دول جواها مجموعه ادوات متقسمه في شكل مجموعات، يعني هو بيقسم داخل كل تبويب الوظائف او الادوات الى مجموعات. فانا عندي هنا مجموعه اسمها مثلا فونت اهو، فجايب لك كل الادوات المرتبطه بالفونت، سواء بقى تغيير نوع الخط، تغيير حجم الخط، ودول برضو بنغير بيهم حجم الخط. هنا نحط تاثيرات معينه على الخط بتاعي، سواء نخليه سميك او بولد او مائل ايتاليك او اندرلاين تحت خط او وسط خط او اللي هي الاس او الترقيم يبقى من تحت كده. وبعدين هنا في اللون بتاع الكتابه. يبقى اذا عامل لك كل الادوات الخاصه بالفونت مجمعهم لك في مكان واحد. نفس الكلام الباراجراف او الفقرات، مقسم لك هنا عامل لك دي الحاجات الخاصه بالمحاذاه، محاذاه الى اليسار، محاذاه الى اليمين، هنا اتجاه النص يمين ويسار، وهنا المسافه البادئه هنا، وهنا تقدر تعمل المسافه اللي بين الفقرات او بين السطور، وهنا لو عايز تعمل حاجه اسمها تعداد نقطي، تعداد رقمي، وهكذا. يبقى اذا محتاج حضراتكم تبقوا فاهمين الفكره الخاصه بيه، ان هو عامل تقسيم لمجموعه تبويبات، وداخل كل تبويب مجموعه ادوات مجمعه داخل مجموعه معينه بتبقى مرتبطه مع بعضها. فاحنا كده تقريبا خلصنا اول قائمه اهو، اللي هو اول تبويب اللي هو الهوم. فهنا هوم دي ليها علاقه بالنسخ واللصق والحذف، الثلاثه ايه الفرق بينهم؟ النسخ ان انت تاخد كوبي والحاجه الاصليه تفضل موجوده واختصارها كنترول سي. اللصق ان انت بتعمل لصق او يعني اللي انت نسخته بتبدا تحطه. والكات بقى الفرق بينه وبين الكوبي ان هو بياخد الاصل كات، ما بيبقاش موجود في المكان الاولاني. يعني انا لو عندي فقره هنا كده، يعني لو كتبت هنا كده عايز اضيف اي محتوى فهقول له ايكوال
4 من 5 في الكورس. تمام، انا لو كاتب فقره اهو زي ما حضراتكم شايفين وعايز اخد الفقره دي كده كات، فلما اعمل كات يعني اضغط كليك يمين كده واعمل كات او اعمل كنترول اكس، ده بياخدها خالص كده ما بقتش موجوده وابدا احطها في المكان انا عايزه، بحطها مثلا من تحت كده، يبقى انا عملت كده كات. لكن اللصق ان انت النسخ ان انت بتاخد نسخه وتسيب الاصل موجود وبعدين تعمل ايه لصق بالشكل ده، يبقى عندي النسختين موجودين واحده فوق واحده تحت، يبقى ده الفرق بين الكات والايه الكوبي والكات. طيب بعد كده ده المجموعه الخاصه، مجموعه الادوات الخاصه بالفونت خلاص باراجراف. هنا الستايل، الستايل ده بقى جميل جدا ومهم ان احنا بنقدر نستخدمه علشان نعرفه ان النص بتاعنا ده عباره عن هل هو نص عادي ولا عنوان، والعنوان في حد ذاته هو مدرجه لك 9 يعني مستويات، عنوان رئيسي، عنوان فرعي 1 2 3 لغايه ما عنوان فرعي رقم 8 او 9، بحيث ان يبقى عندك هيراركي كده في او يعني تقسيم معينه في كتابه المحتوى بتاعك. وطبعا الاستخدام الجميل جدا اللي احنا نقدر نستخدمه للموضوع الخاص ب الستايل اللي هو ان انت تبقى مقسم يعني معرفه ان ده عنوان رئيسي وده عنوان فرعي وده عنوان فرع رقم 2 وهكذا، ده كله بيخليك تعمل قوائم بقى بشكل افتراضي. يعني عايز اعمل قائمه المحتويات فهو يطلع لك الفهرس بشكل اوتوماتيك، عايز اطلع قائمه الاشكال فهو يطلع لك قائمه الاشكال بشكل اوتوماتيك وهكذا. تمام. طيب ده كان اول احنا الملف بتاعنا ده. تمام، يبقى دي فكره الستايل. يبقى الستايل من هنا اقدر احدد هل هو النص بتاعي نورمال عادي ولا التكست بتاعي هيدنج 1 هيدنج 2 هيدنج وهكذا، تحدد بقى الايه الستايل بالظبط بتاع الايه الفونت بتاعك. تمام، او الكلام اللي انت كاتبه. تمام، بعد كده بقى لو جينا قائمه الانسرت دي هي فيها كل حاجه نقدر نعملها ادراج، كل حاجه نقدر نعملها تنزيل في الايه الورقه بتاعتنا. فمثلا هنا نبدا من اول خالص، هنا اول حاجه اسمها كفر بيج او صفحه الغلاف، لو ضغطت عليها كده هيبدا يديني اشكال مقترحه ان انا اعمل بيها صفحه غلاف. فهعمل مثلا الشكل ده، اختار الشكل ده، هنا الشكل البسيط خالص ده اهو، فهو عمل لي ورقه، انا هحاول اصغر شويه، عمل لي ورقه اهو دي العنوان، فانا اكتب كده هنا ده عنوان الايه، اكتب عنوان خليه هو انجليزي، اخليه عربي ازاي، هخليه عربي ان انا هعمل Alt Shift Control Shift يمين، بعدين هكتب كده عنوان البحث ايا كان ايه بقى العنوان بتاعك. تمام، وتقدر تكتب هنا الاعداد، هو كاتب باي وكاتب الاسم مباشره، كاتب الاكونت بتاع الاسم بتاع اللي داخل بيه الحساب ده، زي ما حضراتكم شايفين هنا هو في اكونت. تمام، نقدر نستخدم اكونت من الجامعه او اكونت عادي، طبعا اكونت الجامعه مش متاح او علشان نعمله محتاجين اجراءات معينه. طيب ادي صفحه الغلاف، يبقى دي اول حاجه اللي هي الكفر بيج، واديكم شفتوا عملنا صفحه عاديه خالص، هو حاطط لي بس ايه يعني شكل جاهز، بدات اعدل بس في العنوان بتاعي واكتب الاسم اللي انا عايزه والشركه لو عايز، وعايز احوشهم احوشهم مفيش مشكله احذفهم بالشكل ده اهو، انا هحذف الكلام ده. تمام، اقدر احط بقى ايه اي شكل انا عايزه على الشكل الكفر ده، اقدر احط هنا يعني لوجو مثلا او حاجه هنشوف دلوقتي. يبقى دي اول حاجه اللي هي الكفر بيج. البلانك بيج قلنا ان هي صفحه فاضيه، فانا لو ضغطت على بلانك بيج بدا يعمل لي صفحه جديده اهو كده، الملف بتاعي ده فيه 5 صفحات. البيج بريك ده موضوع جميل جدا، بس احنا يعني كنت اتمنى ان انا اشرحه لكم بالتفصيل، اللي هو ان انت ازاي الناس بتعمل ازاي الكتاب الكتب، ويبقى كل فصل ليه الراس وتزيل الصفحه المختلف. تمام، طيب لحظه كده، تمام.
يبقى دي اول حاجه، اول حاجه في قائمه انسيرت اللي هي المجموعه الخاصه بالبيجز. شفنا الكفر بيج وشفنا البلانك بيج وشفنا البيج بريك. البيج بريك ده قلنا من اهم وظايفه ان انت تقدر تعمل بيه، تعمل بيه يعني تقول له والله العدد الصفحات دي يعتبرهم جزء مستقل يختلف عن الجزء اللي تحته في الهيدر والفوتر او رأس وتزيل الصفحه بينهم. بعد كده اللي هنا في التيبل، التيبل عامل لها يعني خلينا نقول مجموعه لوحدها علشان من هنا تقدر تعمل التيبل. الحقيقه في اكتر من طريقه تنشئ بيها جدول. نقف كده في المكان اللي انا عايز اكتب فيه او هرسم فيه جدول او اعمل فيه ادراج جدول واروح لجدول. في اكتر من طريقه. ترى انت مجرد ما ان انت بتضغط كده على الشكل التخطيط اللي عامله لك ده تحدد عدد الاعمده وعدد الصفوف وبتضغط على طول كده، فبدا نزل لي عمل لي الجدول اهو بشكل بسيط خالص اهو موجود عندي الصفحه بتاعت اللي احنا شغالين عليها الصفحه رقم 2. ادي الجدول اللي احنا عملناه. فدي اول طريقه لانشاء الجدول. طريقه تانية لو رحت في قائمه انسيرت وبعدين جدول، هنا في عندي حاجه اسمها انسيرت تيبل، بتبدا تكتب له عدد الاعمده وعدد الصفوف اللي انت محتاجها. بتكتب له هنا كده 5 و2 وتبدا في شويه اوبشن تانية. اقول له اوكي فنزل لي برده جدول فيه 5 اعمده وصفين. وطبعا خلينا نقول ان اول ما انا واقف على الجدول كده طلعت. معلش يا دكتور، ايه شويه الاوبشن التانيين اللي هم ايه؟ لا مش هنتكلم عنه بالتفصيل، يعني هو موجود في الفيديو اللي مشروح عند حضرتك، لكن انا يهمني انت ازاي تعملي ادراج لجدول. شويه الاوبشن اللي هم علاقه بملء الجدول، وهل هيبقى بالعرض ياخد يعني عرض الصفحه كلها ولا على قد المحتوى اللي موجود. يعني شويه اعدادات احنا يهمنا بس ان احنا نعمل ادراج الجدول بالشكل ده. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين طول ما انا واقف في الجدول كده تمام، بدا يجيب لي تاب جديده خالص اسمها تيبل ديزاين او تصميم الجدول. بدا حاجات ليها علاقه بالجدول نفسه، بقى تغير شكل التيبل ستايل بتاعك لو انت عايز تعمل تخليه شكل معين، تختار من الاشكال الموجوده هنا. تقدر تعمل تغير الشيبنج او تغير الالوان الخاصه بالايه الجدول، تقدر تغير البوردر الاطار بتاعك شكله ولونه وهكذا. كل الحاجات دي موجوده فين؟ في التيبل ديزاين. لكن اهم حاجه ابقى واقف على الجدول، يعني عامل سيلكت على الجدول. انا خرجت بره الجدول كده ما بقتش موجوده التيبل ديزاين. اول ما بقف على الجدول التيبل ديزاين ظهرت معايا فوق، ابدا اعمل الحاجات الخاصه بالجدول. طيب طيب كفايه يعني خلينا نقول دول اهم حاجتين في الجدول تمام، او اهم يعني استخدامات او ادراج جدول. يبقى دي اول طريقه. تاني طريقه انسيرت تيبل وتقول له عدد الصفوف والاعمده اللي انت محتاجها وينزلها لك مباشره. وفي حاجه اسمها دي تيبل درو، احيانا بنستخدمه لما يبقى عندي جدول بالشكل ده وانا عايز اعمل خانه بالشكل ده مثلا كده، عايز اكتب هنا اليوم والساعه او حاجه زي كده، او اليوم والمقرر، او ان انا اعمل جدول فروم سكراتش من البدايه. اقدر اعمل جدول اهو تحدد عدد الاعمده والايه وتعمل يعني. معلش يا دكتور تاني، الخط ده حضرتك عملته ازاي؟ عملته ازاي؟ رحت في قائمه انسيرت وبعدين في تيبل، ولقيت هنا في حاجه اسمها درو تيبل تمام. درو تيبل ده بيديني القلم ده على اقدر اعمل انشئ جدول، ارسم كده اللي انا عايزه. اديني عملت جدول وحدد عدد الاعمده وعدد الصفوف. طيب يا دكتور بعد اذنك، لو عايز اعمل كسر مثلا، يعني كسر اللي هو الكسر ده، يعني برضو نفس الخط ده برضو؟ لا الكسر موضوع تاني هوريه لك دلوقتي، احنا جايين للموضوع دلوقتي. ماشي برضو ما خلينا نتفق اتفاق ان احنا طول ما احنا ماشيين في اي بنستخدم اي اداه هو على طول بيجيب لك بيعمل لك قائمه جديده تقدر تستخدمها. يعني هنا جايب لي لما عملت درو تيبل جايب لي قائمه جديده اسمها لي اوت اهو، اقدر اعمل شويه اعدادات خاصه بالدرو او بالرسم. اقدر امسح، يعني انا كنت بكتب دلوقتي اقدر امسح اي ايه اي حاجه انا عملتها زياده بالشكل ده. فاذا كل ما انت واقف على حاجه ممكن يجيب لك قوائم جديده، يعني القوائم اللي موجوده فوق دي مش ثابته، في قوائم اضافيه بتبدا تظهر كل ما انت تقف على حاجه معينه ويجيب لك الخصائص بتاعتها. طيب دي كانت اللي هي الانسيرت والمجموعه الخاصه بالتيبل. يهمني بقى الالستريشنز دي او اللي ليها علاقه بالصور والرسومات. ابص الاقي هنا اقدر اعمل ادراج لايه بقى؟ خليني كده ارجع اجي اقف في صفحه فاضيه. طيب صفحه فاضيه اقدر اعمل هنا ادراج لصوره.
ادراج لشيب، شيب يعني شكل، شايفين الاشكال الموجوده قدامي، اقدر اعمل الايكون. طبعا الحاجات دي ممكن ما تبقاش موجوده في بعض الفيرجنز، يعني من 2007 لغايه دي احدث نسخه اعتقد اللي هي 365، فممكن الناس لو عامله سيت اب لحاجات قديمه ممكن ما تبقاش موجود فيها كل الايه الاعدادات دي، لكن هي غالبا بتبقى متحدثه. فانا ضغطت كده على الايكون ده هيبدا يعمل لي انسرت اهو، هينزل لي الايكون دي هنا، بقت ايكونه اهي اقدر استخدمها زي ما انا عايز. طيب يبقى انسرت، عملت انا دلوقتي بيكتشر وعملت شيب وعملت بيكتشر ايكونز قصدي. وفي حاجه اسمها 3D مودلز، دي مش هنلاقيها عند معظم الناس فمش هنتكلم عنها. في بقى حاجه جميله جدا اسمها سمارت ارت. ايه اللي سمارت ارت ده؟ السمارت ارت الحقيقه ان انت تنظم او تعرض المحتوى بتاعك بشكل جاهز هو عامله لك وبشكل شيق جدا. فمثلا ادي عنده مجموعه اشكال كتيره جدا، مثلا لو انت عايز تعمل ليست معينه فاعطيك اشكال ان انت تضيف فيها الليست، بحيث انك تكتب هنا العنوان مثلا هتتكلم عن ثلاث نقاط اساسيه، فانت بتكتب بتستخدمهم الشكل التخطيطي ده او السمارت ارت ده، بتحط فيه الايه التكست بتاعك. مثلا لو عندي محتوى فيه ثلاث عناصر رئيسيه او اكتر، ممكن طبعا العناصر دي بتكتر، يعني ممكن اخليه اثنين بس، ممكن اخليه خمسه، هنشوف دلوقتي. تقدر تعمل مثلا لو انت في رسمه معينه تقدر تحط فيها هنا كده ثلاث صور مثلا وتحط التكست بتاعهم. خلينا نختار الشكل البسيط ده واقول له اوكي مثلا، فجاب لي الشكل اللي حضراتكم شايفينه هنا. جايب لي اهو اكتب تكست، انا اكتب ايه الموضوع الاول، اكتب بالعربي او الموضوع الاول تمام. واقدر اكتب هنا كده، هاخد كنترول سي وهاجي في تحت واعمل كنترول في واخليها الموضوع الثاني، هنا كنترول في الموضوع الثالث كده، الثالث مش الرابع اهو. انا عملت كده ايه، كتبت الكلمات هنا، اقدر احط صور يعني. فلو ضغطت على الشكل ده كده هيجيب لي insert picture، هجيبها من على الديسكتوب، مش عارف بقى في صور ولا ايه. في صور طيب يا دكتور، يا دكتور بعد اذنك، انا كنت عايز اعمل الموضوع ده في السي في اللي قدمته لحضرتك، بس ما ينفعش عندي عشان الموبايل مش عليه الحاجات دي. ما هو طبعا الحاجات دي مش موجوده على الموبايل، الحاجات دي موجوده، الادوات دي موجوده، بتبقى موجوده على نسخه الكمبيوتر، لكن الموبايل النسخه بتاعته تبقى يعني الحاجات اللي عليها قليله شويه تمام. طيب اديني بعمل ايه، بضيف زي ما حضراتكم شايفين صور وحاجات ليها علاقه بالمحتوى اللي انا عايز اعمله بشكل ايه، بعرضها بشكل كويس زي ما حضراتكم شايفينهم. يبقى ادي صور وتحتها تكست وعملها لي بشكل جاهز كده، كده انا عملت اضافه سمارت ارت. طيب بعد كده لو حبينا نشوف ممكن سؤال صغير، انا عندي 365 بس انا مش بعرف اغير الارقام، في الارقام بتنزل انجلش مفيش الارقام العربي للشكل التاني ده خالص، مش عارفه اغيرها. حاضر هقولها لحضرتك، حاضر لما اجي للسيتنجز بتاعت الاكونت هقولها لك، جاي في الكلام دلوقتي. احنا بس خلينا نكمل كده عشان بس نبقى مرتبين افكارنا. احنا دلوقتي بنشرح القوائم بتاعتنا، احنا خلصنا الهوم وبنتكلم في الانسيرت، اتكلمنا على اول مجموعه اللي هي البيجز، وبعدين خلصنا التيبل، وبعدين بنتكلم عن الاستريشنز دلوقتي او الرسومات، واتفرجنا على الصور والشيب. الصور بتقدر تحدد عادي خالص، تقدر تجيب صوره من على الجهاز او من على الانترنت، او هو عامل لك حاجه اسمها ستوك ايمجز، يعني مجموعات كده صور جاهزه هو عنده، برضو بتعمل عليها، بتبدا تبحث عنها اونلاين، تبدا تجيبها زي ما انت شايف كده. صور بتبقى عاليه الجوده وفي نفس الوقت حقوق الملكيه الفكريه متاحه ان تقدر تستخدمها بدون ما يبقى في اي مشكله ليها علاقه بحقوق الملكيه الفكريه، او بيسموها الاستخدام المشاعي، يعني المتاح ليك تستخدمها بالشكل ده. طيب عندي بعد كده، خلي بالكم زي ما احنا اتفقنا، قلنا احنا واقفين دلوقتي على صوره اهو، فجايب لي قائمة جديدة اسمها بيكتشر فورمات، جايب لي حاجات ليها علاقة بالصور، أقدر أغير بقى أعمل الستايل الخاص بالصور، أقدر أعمل حاجة اسمها اقتصاص الصورة من هنا، كروب، أقدر أعمل كروب كده وأقص الصورة، يعني أنا عايز الشنطة بس مثلا بالشكل ده، فهيبدأ يقصها لي بالشكل ده، كده أديني عملت إيه؟ كروب، عملت قص للصورة. عملتها منين؟ واقف على الصورة في بيكتشر فورمات، هنا في حاجة اسمها كروب، ضغطت على الكروب وبعدين رحت شديت كده، الصورة اتقصت معايا في اللي أنا عايزه كده. موضوع بقى الإيه؟ الراب تكست دي، يعني علاقة الصورة بالتكست حواليها، هل هتخليها مثلا بيهايند التكست
يعني ورا التكست او فوق التكست، او هتخليها سكوير يعني مستقله في الشكل ده، ولا تخليها انلاين مع يعني جنب النص ولا ايه بالظبط. فدي حاجه اسمها الراب تكست. الحقيقه انا بشرح سريع علشان احنا الكلام ده كله مشروح في الفيديوهين اللي موجودين، لكن احنا بنحاول ان ايه نباك اب كده الدنيا بسرعه. طيب احنا كنا في قائمه انسيرت وخلصنا البيكتشر والشيب والايكون والايه والسمارت ارت. الشارت ده ليه علاقه بالاكسل اكتر، او ان انت يبقى عندك جدول، يعني اختار شكل معين كده، هختار الشكل ده واقول له اوكي نزل لي جدول، نزل لي رسم بياني، وفتح لي برنامج اكسل جوه الوورد، وابدا بقى ادخل انا الايه البيانات اللي انا عايزها هنا، الاعمده اللي هو كاتب لي هي وكاتيجوري 1 2 3 4. اقدر اغير اسماء الايه الاعمده دي، وبعدين السيريال بتاعي اقدر اغيره وادي كل واحد درجه، بحيث ان هو يعمل لي يعني ايه رسم بياني معين ببقى محتاجه لو انا عايز استخدمه في الوورد. طيب برضو احنا واقفين اهو عليه، جايب لي حاجه اسمها شورت ديزاين، حاجه ليها علاقه بالديزاين، واغير الاشكال واغير الالوان، وحاجه اسمها فورمات ظهرت لي برضو وانا شغال على الايه الشيب. طيب انا هخرج من الشيب، انزل تحت شويه كنترول اي اند عشان يجيب لي اخر الصفحه. ايوه كده. طيب في بقى حاجه جميله جدا اسمها سكرين شوت، احنا بنعملها على الموبايلات اللي هي السناب شات، يعني او اللي هي اسمها ايه، هي اسمها سكرين شوت، او تاخد لقطه للشاشه يعني. تمام، فبيجيب لك تقدر تاخد لقطه للشاشه، تحدد كده هو شايف دي على الجهاز بتاعي، لكن اقول له سكرين كده ففتح لي الديسكتوب بتاعي، اقدر اخد لقطه كده لحاجه معينه من قلب الديسكتوب بتاعي. دي مش موجوده في كل الاجهزه يا دكتور صح؟ هي مش موجوده عندي، مش عارف مش موجوده عندك. طيب خلاص، يبقى مش ممكن ما تبقاش موجوده في كل الاجهزه فعلا، لكن احنا عرفنا بتيجي منين اهو، منين؟ من قائمه انسيرت، اعمل انت بس عشان يحوش لي التحديد انسيرت، وبعدين هلاقي في حاجه اسمها سكرين شوت. طيب بالنسبه للميديا اونلاين فيديو، فحد هيجي يسالني يقول لي طب ده ملف وورد يعني هيتعمل كتاب ليه انزل فيه فيديو؟ احيانا احنا بنحتاج نعمل كتاب تفاعلي بيبقى فيه فيديوهات، والملف ده نحفظه كبي دي اف او كملف نقدر ننشره ونوزعه بس باستخدام الوورد، نحط فيه لقطه فيديو، فده موجود معانا مفيش مشكله خالص. في هنا حاجه اسمها لينك. اللينك ده ان انت مثلا لو انا عندي التكست اللي احنا ضفناه في الاول خالص ده اهو، فين مسح اهو، لو انا عايز كلمه معينه مثلا فيديو بروفايد دي، عايز اظلل كلمه فيديو دي لما الطالب او المشاهد للملف ده يضغط عليها يفتح له مثلا رابط معين على الانترنت، يفتح له ملف معين موجود عندي على الجهاز، فانا بحب يعني اعمل له حاجه اسمها لينك، او اعمل له بيسموها هايبر لينك، ان انت تربطه وتعمل له ارتباط بحاجه معينه، فاضغط كليك يمين عليها كده هلاقي في حاجه اسمها لينك. تمام، بدا يجيب لي، لو ضغطت على السهم الصغير ده بدا يجيب لي اخر ملفات انا فتحتها واشتغلت عليها، اقدر اعمل على طول ربط ليها، او ان انا اقدر اجي من لينك هنا اضغط على لينك كده وابدا احدد بقى هل انت عايز تعمل ايه بالظبط، عايز تربط او لما يضغط على الكلمتين دول اللي انت عامل لهم تضليل هتربطهم بايه بالظبط، هل مثلا هنا في لو عايز تبعت ميل يعني اول ما يضغط على دي يبعت ميل معين، او يعمل مثلا يروح في ملف معين بالشكل ده، تحدد اي بقى ملف عندك على الجهاز، مثلا هعمل استعراض كده اي ملف. ماشي ينفع ده. تمام، او حددت ملف معين باوربوينت، اول ما هيضغط على ده هيشغل له ملف تاني. فطبعا لازم لو انت الكلام ده يبقى يعني على الجهاز بتاع حضرتك بس، لكن عايز تخلي اي حد يستخدم ده فانت هتبعت له الملفين دول في مجلد واحد علشان يبقى مرتبط بيه يعني. طيب هقول له اوكي كده، شايف كده بقى لونه ايه ازرق كده، معنى ايه بقى كليكابل، زي ما انت شايف طلع لي العنوان الخاص بالهايبر لينك فوقيها اهو. يبقى انا لو ضغطت كنترول كده، انا ضغط كنترول دلوقتي، هو بس في ديلي في الصوره عندكم لحظه كده نستنى نشوف. ايوه تمام، شايفين حضراتكم الايكون الكتابه الزرقاء دي معناها ايه؟ معناها ان الكلمتين دول لينكد او عليهم هايبر لينك. فانا لو ضغطت كنترول كده حول شكل الماوس بتاعي بقى عباره عن ايد كده كليكابل يعني. ظهرت ولا لسه؟ تمام، شايفين كده لو ضغطت
هيبدا يفتح لي الملف اللي انا كنت عامل بيه ارتباط اللي هو الباوربوينت. هيبدا دلوقتي يشغل الباوربوينت بتاعه يفتحه. طيب هو فتح الباوربوينت تحت اهو وبدا يشتغل معايا الباوربوينت زي ما حضراتكم شايفين. ظاهر عند حضراتكم الباوربوينت ولا لسه؟ لا لسه. طيب ماشي لحظه كده هيجي اهو. ظهر يا دكتور. تمام يبقى اذا نقدر نعمل هايبر لينك او ارتباط من خلال قائمه انسيرت وبعدين لينك. اختفى ثاني يا دكتور اختفى. ايه اختفى الباور بوينت موجود اهو. انا اللي عملت له يعني تصغير. كده ظهر. طيب تمام يبقى اذا احنا دلوقتي قدرنا نعمل ايه لينك. احنا كنا بنتكلم في قائمه انسيرت وبعدين وصلنا لغايه اللينك هنا. في برضو في انسيرت حاجه جميله جدا ومهمه اللي هي الهيدر والفوتر. ايه بقى موضوع الهيدر والفوتر ده؟ او راس وتزيل الصفحه. شايفين الجزء اللي فوق ده بيبقى فيه يعني نقدر نعمل فيه كتابات معينه تبقى مكرره معايا في كل الصفحات. يبقى دي فايده الهيدر والفوتر ان انت تقدر تضيف محتوى معين يبقى مكرر معاك في جميع الصفحات. فمثلا عايز اكتب انا مثلا اسم المشروع ده او اسم الملف ده في راس الصفحه يبقى مكرر معايا في كل الصفحات. فهضغط دبل كليك على او ممكن اروح في قائمه انسيرت زي ما احنا عاملين كده وبعدين اروح في الهيدر اند فوتر واروح في الهيدر كده واضغط عليها ضغطه. تمام فبدا يجيب لي انت عايز تعمل ايه. فانا جايب لي هو حاجات جاهزه اهو تقدر تحط يعني تكست بس او تقدر تحط حاجات جاهزه اكتر ثلاثة تكست في كذا مكان. وهنا تقدر تحط بقى ايه زي كده بانر. تمام في مثلا الشكل في اشكال بقى كتيره جدا اهو تقدر تستخدم الشكل اللي انت عايزه حاجات جاهزه. فانا مثلا هختار الشكل اللي هو ده. تمام فعمل ايه دلوقتي؟ عمل ترقيم الصفحات ترقيم الصفحه بالشكل ده على الزاويه اللي حضراتكم شايفينه. ده حطه في الفوق في الايه في الهيدر عندي وهيبقى مكرر معايا في كل الصفحات الشكل ده وجواه رقم الصفحة بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. 2 3 هضغط دبل كليك كده بره المفروض كده يبقى ايه 2 3 4 وهكذا. هيكرر عدد يعني هيكمل معايا بترقيم الصفحات. ولاحظ معايا ان هو اول صفحة ليها الكفر الكفر ما حطلهاش ترقيم وده المنطقي جدا. المفروض ده اول صفحه ما يبقاش فيها كفر ما يبقاش فيها رقم يعني. طيب دي خلينا نقول اهم الحاجات الموجوده في قائمه انسيرت. اه فاضل بس الايكويشن او المعادلات. الناس كانت بتسال على الكسر. هو عامل لك هنا مجموعه اشكال المعادلات تقدر تكتب او تختار المعادله من ضمن المعادلات دي وتغير البيانات اللي فيها او تعمل واحده فاضيه خالص انسيرت نيو ايكويشن وتبدا تكتب اللي انت عايزه. تمام فالناس بتوع الرياضه بقى اكيد هيقدروا يستخدموا الموضوع ده بشكل ايه افضل. يقدر يكتب هنا المحتوى اللي هو عايزه الخاص بالايكويشن وجاب لك بقى شايفين جايب لك قائمه كامله اسمها ايكويشن وفيها كل بقى الايه الرموز الخاصه بالمعادلات والايه الاستراكشرز او التركيبات اللي انت حضرتك شايفها دي كلها اللي ليها علاقه بالمعادلات وليها علاقه بالكسور وما الى ذلك. تمام دي ليها انسيرت ايكويشن. طيب في انسرت اخر حاجه اللي هي انسرت سيمبل او رمز. طبعا انا متفقين اي حاجه عايز نعملها نبقى واقفين في المكان اللي احنا عايزين نعمل فيه ادراج للايه للشكل ده. نقفل المايك يا جماعه نقفل المايك. هعمل انسرت وبعدين سيمبلز. سيمبلز دي يعني ايه؟ يعني اشكال او رموز جاهزه. ناس تقفل المايك بعد اذنكم. سيمبل في سيمبل جاهزه بقى هي زي ما حضراتكم شايفين تقدر اللي هي الكوبي رايت مثلا علامه التي ام تريد مارك وهكذا. وفي اشكال كتير جدا لو ضغطت كده يبدا يجيب لك الاشكال اللي انت عايزها تختار منها الشكل اللي انت عايزه تعمل له ايه انسرت ينزل معايا في الوضع. تمام كده. طيب مش واضح اقول لهم اقفلوا الصوت مفيش فايده برضو.
دي كده كانت قائمه انسيرت، وزي ما حضراتكم شايفين هي اهم قائمه فيها جميع الحاجات اللي انت تقدر تعمل لها ادراج في الورقه بتاعتك او في الملف الوورد الخاص بيك. بعد كده عندي مثلا الدرو دي مش موجوده عند كل الناس. الديزاين، الديزاين نفس الفكره ان انت تقدر تغير الاشكال والثيمز الخاصه بالملف كله. احنا يهمنا هنا ممكن تعمل حاجه اسمها بيج بوردر او اطار للصفحه. لو عملت كده بيج بوردر تقدر تحدد من البيج بوردر هنا شكل من الاشكال دي، وتحدد سماكه الخط اللي انت عايز تخليه في البوردر، وتقدر تحدد اللون بتاعه، ممكن تخليه باللون ده مثلا اخضر بال حضرتك، وبعدين تعمل اوكي فهو يبدا يطبق الكلام ده على الملف بتاعك. انا عملت كده بيج بوردر. في حاجه كمان اللي هي البيج كلر. هو الطبيعي او احنا معظمنا على طول بنتعامل على وورد ان الخلفيه بتاعته بتبقى بيضه كده، لكن لو انت عايز تغير الخلفيه دي تقدر تغيرها من هنا من البيج كلر. يبقى من قائمه ديزاين او تصميم هتلاقي في حاجه اسمها بيج كلر، تقدر تغير الخلفيه الخاصه بالايه الوورد نفسه. وطبعا تقدر تحدد بعد كده عايز تظهر الكلام ده في الطباعه او لا، فتقدر تعمل الكلام ده. طيب حاجه اسمها الووتر مارك او العلامه المائيه، احيانا بنشوف الكلام ده ان انت عايز تكتب مثلا بعرض الصفحه كده كلها اسمك او رقمك او درافت او اي حاجه بالشكل ده. ففي اكتر من شكل ان انت تعمل بيه القصه دي. فمثلا لو هختار السامبل دي خلاص كده اهو ضاف لي الشكل ده، واقدر اعدل فيها طبعا واغير فيها اللي انا عايزه. هضغط دبل كليك كده تقدر تختار اهو الحاجات الموجوده. وعايز تعمل انت بقى واحده خالص بتاعتك، فانت تقول له كاستم ووتر مارك، وتبدا تحدد هنا اللي انت عايز تضيفه بالظبط. لو عايز تضيف تكست تمام، او صوره معينه، او تلغي الووتر مارك. طيب لحظات الاذان ونرجع تاني شويه. طيب احنا رجعنا بعد الاذان. احنا كنا بنتكلم على في الوورد على الحاجه الخاصه بالووتر مارك او العلامه المائيه، وقلنا نجيبها من قائمه ديزاين، وبعدين بنختار من البيج باك جراوند بنختار الايه الووتر مارك، ونقدر نختار اي واحده من دول بالشكل ده، فاوتوماتيك بتبدا موجوده معايا في الورق كله تمام بالشكل ده كده اهو بالعرض زي ما حضراتكم شايفين. طيب
اقدر الغيها بقى منين؟ من الووتر مارك كده، واقول له ريموف ووتر مارك، فخلاص بيلغيها لي. دي كانت قائمه ديزاين. قائمه لي اوت مهمه برضو، اللي هي ليها علاقه بالايه بقى، بالبيج سيت اب او الاعدادات الخاصه بالصفحه نفسها. اقدر اغير الهوامش الخاصه بالصفحه بتاعتي، ادي عندي اربع هوامش فوق وتحت ويمين وشمال، اقدر اغير الهوامش بتاعتي، اقدر اختار الايه الاعدادات الجاهزه دي، ان هو وحايد في كل الاتجاهات او النص او واحد فوق واحد تحت ويمين وشمال 75 من 100 وهكذا، او اعمل انا الكاستم ميرجن دي زي ما انا عايز، خليها مثلا صفر، مش هخلي فيه ايه يعني هامش خالص، فاقول له اوكي لاحظ معايا فيكست ماشي، وعدلها بس خلي اقل حاجه بالمنظر بتاعها عشان تبقى قابله للطباعه. لاحظ معايا خلى التكست جه على ايه، على الطرف زي ما حضرتك شايف بالشكل ده، تمام. هعمل تراجع عشان الكلام ده مش ايه الاطار داخل على الكلام. طيب ده بالنسبه للميرجنز او للميرجنز او للهامش. كمان في حاجه اسمها الاورينتيشن او اتجاه الورقه، هل الورقه بالطول ولا بالعرض؟ يعني الورق بتاعنا كده كله بالايه بالطول، اقدر اخليه بالايه بالعرض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. خليت الورقه بالعرض، يعني لو جيت كده على الورقه نفسها بقى واشوفها بقت ازاي بالعرض، اهي كده بقت بالعرض اهو بالعرض، نقدر نخليها بالطول بورتريت بالشكل ده، بقت الورق بالطول. طيب السايز، الحقيقه في ورق كتير جدا، في احجام كتير جدا. الورق الطبيعي احنا بنطبع عليه ده اسمه A4، تمام، اللي هو ابعاده دي. اقدر اكتب على الوورد اصلا باكتر من شكل من اشكال ورق، A4 A3 A5 اللي انت عايزه. طبعا في يعني احجام كتيره جدا موجوده اهي ومشهوره تقدر تستخدمها، او حتى لو عايز تستخدم الايه ابعاد معينه انت عايز تعمل، عايز تعمل مقاس ورق معين انت عايزه، فانت بتختار اللي انت عايزه. احنا الطبيعي بنعمل على A4 اللي هو الورق اللي احنا بنشتغل عليه على طول بالشكل ده. طيب الناس بقى بتوع الصحافه اللي بيعملوا في الورق بتاعهم، الكتابه بتاعتهم عباره عن اعمده، يعني الورقه يبقى الكلام عباره عن عمودين. فانا لو عملت سيلكت التكست ده، لو عملت سيلكت للتكست ده وخليت الورقه بتاعتي عايزها تو كولوم كده عشان نشوف الكتابه، يعني الكتابه هتبقى عامله ازاي، شايفين؟ خلى الورقه نفسها الكتابه بتاعتها تبقى عباره عن يكتب في عمودين جنب بعض مش عمود واحد. فده كله نقدر نعمله من البيج سيت اب، تمام. دي اهم حاجه، الريفرنسز خلاص. احنا الحقيقه انا كنت متوقع ان احنا ناخد موضوع الريفرنسز ده بشكل يعني افضل، بما اننا باحثين دراسات عليا واحنا طلبة التعليم الالكتروني، يعني المفروض نبقى محترفين في الوورد غير اي حد تاني. ففي الحقيقه ريفرنسز او تعمل ادراج للمراجع، احنا كلنا بنعمل ابحاث وبيطلب مننا ابحاث وانشطه في جميع المقررات، وهيطلب منك الترم التاني، وان شاء الله الناس اللي هتكمل دبلومه مهنيه وخاصه وماجستير ودكتوراه. فالحقيقه المهاره دي مهمه جدا، ان انت ازاي تقدر تعمل ادراج للمراجع في متن الصفحه بتاعتك باستخدام الوورد نفسه او باستخدام اي برنامج اضافي زي مثلا المندلي اللي احنا ضايفينه هنا. طيب فده مش هتكلم عنه دلوقتي. في بقى حاجه جميله جدا اسمها الميلينج، دي اسمها الميل ميرج. الميل ميرج ده لو انت في مدرسه او في مكان عايز تبعت مراسلات مثلا ل 1000 واحد، هي نفس الاسطمبه واحده، لكن الاختلاف بيبقى عباره عن الاسم مثلا وبعض البيانات. فاحنا بنستخدم حاجه اسمها الميل ميرج. انا بس عايز حضرتك تعرف المعلومه دي، واللي عايز يعرف بتتعمل ازاي بالتفصيل في فيديوهات كتيره جدا على اليوتيوب، واحنا مش هنشرحها دلوقتي. فده الحقيقه كان اهم ما يمكن ان نتناوله في برنامج الوورد. يبقى فاضل لنا بس كام حاجه بسيطه. موضوع الحفظ، عايز احفظ الملف بتاعي، فانا اضغط على فايل والاقي هنا في حاجه اسمها سيف وسيف از. الحقيقه لاول مره هتحفظ الملف، سيف زي سيف از، هيطلب منك ثلاث حاجات. المكان اللي انت هتحفظ فيه الملف، يعني اول ما اضغط سيف او سيف از لاول مره بيجيب لي قائمه سيف از، عشان هو ما عندوش الملف ده على الجهاز، مش متخزن عنده. فبيسالك ثلاث اسئله، هتحفظ الملف ده فين؟ فبتحدد المكان على الديسكتوب، اسمه ايه؟ سميته واحد، امتداده ايه؟ امتداده ايه بقى؟ ايه موضوع الامتداد؟ موضوع الامتداد ده ان لازم الكمبيوتر يفهم او الويندوز يبقى فاهم انت الملف ده هيشتغل ببرنامج ايه، فكل برنامج ليه امتداد معين يقدر يشغله. فالوورد مثلا بيشتغل بالامتداد حاجه اسمها دي او سي او دي او سي اكس، الاكس دي معناها ان الفيرجن ده معمول باصدار من 2007 واحدث. حتى هو قايل لنا اهو، يعني انا لو عملت زوم كده ده الطبيعي اللي هو الدي او سي اكس، تمام. في عندي حاجه اسمها الدي او سي بس، اهو دي او سي بس، يعني ده معمول بورد 97 او 2003.
معمول بورد 2007 2003 او 97 زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اهو في الصوره ظهرت لحضراتكم حالا. طيب ايه الامتدادات التانية اللي نقدر نحولها او نحفظ الملف بيها؟ البي دي اف المشهور اللي احنا بنستخدمه دايما واللي احنا بنطلبه من حضراتكم بي دي اف، ان يحفظ لك الملف بيحتفظ بالتنسيقات بغض النظر هيتفتح على البرنامج على جهاز عليه الخطوط ولا معلهوش، علشان ما يحصلش اي تغيير في التنسيقات الخاصه بالملف بتاعي. تمام كده، يبقى اخترت الايه الامتداد بتاعي، خلينا في الوورد زي ما هو. دكتور الفرق ما بين الدي او سي والدي او سي اكس؟ الفرق بينهم زي ما قلت لحضرتك كده ان الدي او سي الدي او سي ان هو معمول بفيرجن قديم اللي هو 2003 او 97، بينما الدي او سي اكس معمول ب 2007 او احدث، معمول ب 2007 او مش اي فرق في المعامله في التعامل معاهم يعني، هما الاثنين زي بعض، هما الاثنين زي بعض، لكن الفكره ان الملفات المعموله بالفيرجن الجديده اللي هي من 2007 واحدث ما بتتفتحش على 97 و2003، لكن العكس صحيح، الملفات المعموله بنسخ قديمه 97 2003 نقدر نفتحها على اي فيرجن جديد 2007 او احدث. تمام، فانا هختار كده على الديسكتوب وهقول له احفظ لي الكلام ده بي دي اف واقول له سيف، فخلاص كده ايه اقفل الزوم كده هيحفظ لي الملف ده عندي اهو بقى بي دي اف اهو. لو فتحت كده ادي الملف اللي احنا عملناه الكفر والورق بتاعنا وهكذا ترقيم وهكذا. طيب اخر حاجه في الوورد دلوقتي عشان نعمل جوله سريعه في الباوربوينت، انا كنت عايز افتح الملف ده عشان اوري حضراتكم القوائم اللي هو انشاها بشكل اوتوماتيك، يعني هو عمل قائمه المحتويات بشكل اوتوماتيك اهو، عمل قائمه الجداول قائمه الاشكال بشكل اوتوماتيك. عملها منين؟ عملها من خلال التركه بتاعه الستايل دي، ان انت تبقى محدد له العناوين ايه بالظبط وكل حاجه، فبعد كده اجي اقول له اديني والله قائمه العناوين او قائمه المحتويات، فيبدا اوتوماتيك يجمع كل اللي واخد هيدنج 1 ويجيبه لي هنا هيدنج 1 وهيدنج 2، فجاب لي اهو الايه الكلام ده، وبيبقى جايب لي قدامها كمان رقم الصفحه وهكذا. فدي حاجات جميله جدا نقدر نستخدمها كباحثين، ان بقى يعني اللي عايز يستزيد بهذه المهارات موجوده على اليوتيوب، في ناس كتير جدا شرحت الموضوع. اخر حاجه في الوورد موضوع الاعدادات الخاصه بالاوبشن بقى، من ضمنها ايه؟ لو ضغطت على قائمه فايل كده تمام هتلاقي فيه كذا حاجة. أول حاجة لو أنا عايز أعمل باسورد على الملف بتاعي ده، يعني أنا عايز محدش يطلع ولا يقدر يفتح الملف ده غير اللي معاه الباسورد اللي أنا أعمله، فأعمله إزاي؟ فايل وبعدين حاجة اسمها إنفو، تمام؟ في حاجة هنا اسمها بروتكت دوكيومنت، تمام؟ في هنا إنكريبت ويز باسورد، يعني تشفير باستخدام كلمة مرور، فأضغط عليها كده بدا يطلب مني ان انا ادخل كلمه سر، اقترح يعني ايه كلمه السر اللي انت عايزها، فاكتب 1 2 3 4 5 6 واقول له اوكي، كررها تاني 1 2 3 4 5 6 ممكن حضرتك تقفل الصوت علينا كلنا معلش؟ لا يقفل، لا يفتح الصوت تاني، لا يفتح الصوت تاني، انا هاخد اسمه يا جماعه اقفلوا الصوت، اشهد ان لا اله الا الله. طيب احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنعمل كلمه سر او بنقفل الملف بتاعنا بكلمه سر، جبناها منين؟ من انفو، وبعدين اخترت بروتكت دوكيومنت واخترت انكريبت ويز باسورد وكتبت كلمه سر. لازم بقى تلاحظ حاجتين، الحاجه الاولى ان الكلمه السر دي لو حضرتك نسيتها مش هتقدر تفتح الملف، يعني الملف كده خلاص اتقفل، عشان تفتحه صعب جدا وهيحتاج مجهود كبير جدا جدا، فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو كي سنسيتيف، يعني حساس لايه؟ لحاله الحروف، هل كابيتال ولا سمول، هل ارقام يمين ولا شمال، الكلام ده كله هو حساس ليه، فلازم تبقى حذر جدا وانت بتعمل كلمه مرور لملف وورد او اي ملف على الاوفيس زي ما حضرتك شايف كده. فهقول له اوكي كده موافق، هقفل الزوم وهرجع تاني اعمل حفظ، احنا ما كناش حفظناه وورد، فايه نحفظه وورد دلوقتي، حفظناه بي دي اف المره اللي فاتت، ادي على الديسك توب برضو وعنوان البحث بس المره دي وورد، هو بيحفظه في الايه في طيب حافظه في الدوكيمنت. طيب انا احفظه تاني، بس عايز اوريكم لما هاجي اقفل الملف وافتحه تاني هيطلب مني الباسورد ولا مش هيطلب. تمام، احفظه تاني فايل سيف از،
واحدد مكان اقول له على الديسكتوب اقول له سميه زي ما هو كده ودي او سي اكس واقول له سيف. طيب هقفل ده من الاكس اللي فوق دي تمام على الديسكتوب اهو عنوان البحث. هنصلي عشاء بعد المحاضرة ماشي. هضغط على الايه عنوان البحث كده بدا يفتح لي ايه عايز مني الباسورد بتاعتي علشان اقدر افتح. فلو ما دخلتش الكلمة السر الصحيحة اللي احنا دخلناها 1 2 3 4 5 6 مش هيفتح الملف معايا. يبقى دي اول حاجة انا كنت عايز اقولها لحضراتكم من فايل وانفو وعملنا كلمة المرور. طيب كمان عندي بقى في حاجة اسمها اوبشنز تحت خالص اهي. الاوبشن دي هنعمل منها حاجتين الحقيقة. الحاجة الاولى اللغة الخاصة بالواجهة. لو انت عايز تغير القوائم بتاعتك دي بدل ما تبقى انجليزي تبقى عربي فانت تقدر تغير من هنا تخليها لانجوج وتختار عربي اهو وتقول له موف اب بحيث ان اللغه العربيه هي تبقى رقم واحد وبعدين هقول له اوكي. احتاج بس اقفل الايه الوورد اللي مفتوح وافتح كمان مره هيفتح لي بقى ايه عشان الملف لسه. طب دكتور انا لو بكتب حاجه على الوورد وبعدين جيت اكتب كلمه انجليزي بيغير لي سياق الكلام كله وبيحط لي الكلمه الانجليزي على اليمين لوحدها وبعد كده يحط العربي مختلف فمش بعرف اظبط الحته دي. حاضر لحظة واحدة هقول لحضرتك عليه بس لحظة واحدة. أنا بس دلوقتي عايز أقفل كل حاجة مفتوحة وورد علشان يغير لي القوائم بتاعتي تبقى باللغة العربية زي ما إحنا عدلنا. فأنا هقول له كده عنوان البحث أهو فتح عربي أهو القوائم فتح عربي بالشكل ده أدي القوائم بتاعتي بقت باللغة العربية زي ما حضرتكم شايفين فوق. طيب أنا عايز أعمل إيه تاني؟ عايز أعمل هروح كده الخيارات احنا غيرنا اللي هي اللغه وخليناها ايه عربي. طيب ايه تاني عايزين نعمله؟ موضوع الايه الارقام او الترقيم. في حاجه اسمها خيارات متقدمه وبعدين هنزل تحت شويه كده هلاقي في حاجه اسمها في اظهار محتوى النص. اظهار محتوى النص هلاقي هنا في حاجة اسمها الأرقام وأسماء الشهور. العربي الحقيقة يعني إحنا عندنا إيه بس عشان نبقى واخدين بالنا اللي هي 1 2 3 اللي إحنا بنشوفها دي دي اللغة العربية. لكن اللي إحنا بالظبط كده اللي إحنا نقصده 1 2 3 4 اللي إحنا بنقول عليه ده عربي ده هندي تمام. فأنا لو اخترت كده هندي وجيت قلت له موافق كده هتبص تلاقي الأرقام بقت إيه؟ بقت عربي أو يعني هندي بقى. ممكن تمام. تقولي جبتها منين معلش يا دكتور تاني؟ تاني؟ انت حضرتك عندك الواجهه بتاعتك عربي ولا انجليزي؟ هي عندي عربي انا مخليها عربي. حلو قوي. احنا ضغطنا على ملف وبعدين خيارات وبعدين اخترت خيارات متقدمه ونزلت كده تحت شويه لغايه لما لقيت حاجه اسمها اظهار مستوى النص. اظهار محتوى النص ولقيت هنا في حاجه اسمها الارقام خليتها هندي تمام كده. هو الدكتور انا ما عنديش خيارات انا عندي مشاركه تصدير تحويل اغلاق ما عنديش خيارات في الفايل. انت الفيرجن بتاعك كام؟ 365 جديد واوريجينال كمان. طب ليه بقى هو ده 365 برضو. طب اعملي تحديث كده على انا مش عارف هي فين خيارات موجوده في النسخه القديمه دي. هي موجوده بس مكانها فين انا مش فاكر الحقيقه على النسخه القديمه. فممكن ببساطه نكتب على جوجل كده خيارات تعديل خيارات الوورد في اوفيس 365 وهيجيب لك بقى ايه هيحاول يساعدك او اعملي تحديث للنسخه هتلاقي موجود على طول في الكاميرا زي ما حضرتك شايفه كده. طيب دي كانت الحاجات الاساسيه اللي كنت عايز اتكلم عنها في الوورد. هو ايه يا دكتور بيبقى عندي من دكتور ده ايضا موجود في ال... طيب الناس بدات تسال. حاضر الناس بدات تسال اللي عايز يسال اتفضل يرفع ايده كده يلا يعني ولا هنصلي ولا هنجاوب نجاوب على اسئلتكم وبعدين نكمل ونصلي. استاذه اروى اتفضلي. عايز اسال لو انا حولت الارقام هندي في الترقيم هل ده هيبقى اوبشن يعني موجود برضو الانجليش وكده ولا هتبقى على طول كل الارقام هتبقى برضو بنفس الشكل ده؟ شكرا لسؤال حضرتك. في الحاله دي بقى ما تختاريش هندي تختاري حسب السياق. يعني احنا بنعمل كده الخيارات في خيارات متقدمه اللي احنا اخترناها وبعدين اخترنا هنا
محتوى النص، ما تختاريش بقى هندي، اختاري حسب السياق. حسب السياق ده لو الكلام انت كاتبه عربي وكاتبه في النص فيه يعني ارقام بالعربي فيكتبها لك عربي، لو بالانجليزي او بالانجليزي، تمام كده؟ فخليها بالسياق، السياق كده هيخليها ايه عربي وانجليزي. يعني انا لما اجي اكتب كده، خلينا اوري حضرتك مثال، التكست ده مكتوب بالانجليزي اهو، تمام، والمؤشر بتاع انجليزي، فلو كتبت ارقام هتتكتب بالانجليزي. لكن لو جيت تحت كده اهو وضغطت انتر وخليت المحتوى بتاعي باللغه العربيه، يعني الت شيفت كنترول شيفت يمين، وبكتب عربي وكتبت ارقام، هيكتب ايه الارقام بالعربي زي ما حضرتك شايفه كده، او بالايه بالهندي بقى. تمام كده، وضحت سؤالي حضرتك؟ اه شكرا جدا لحضرتك. عفوا استاذ ساره خالد، اتفضلي. انا سالت حضرتك من شويه على الكلمه الانجليش في وسط الكلمات العربي، اللي هي بتغير لي سياق الكلام خالص. وانت بتكتبي بيحول لك يعني يمين وشمال، تقصدي؟ مش فاهم. اه يعني بيجيب لي الكلمه الانجليش يمين الجمله خالص، انا ببقى عايزاها في نص الجمله عادي، يعني تبقى ترجمه كلمه. تمام تمام، انا بكتب انجليزي اهو وعايز اكتب في نص كلمه عربي، فبكتبها العربي اهو. احيانا بقى الموضوع ده بيبقى ليه علاقه بالمحاذاه، يعني خلي بالك هو عامل محاذاه ايه، هل هي يمين شمال ولا شمال يمين ولا ايه، ممكن تبقى كده. شايف حضرتك هو بيخلي الكلام ايه، يعني اللي انت تقصديه ده ليه علاقه بالمحاذاه، المحاذاه دي اللي هي محاذاه النص بتاعك يمين للشمال ولا شمال لليمين ولا ايه بالظبط. وطبعا اتجاه النص، اتجاه الكتابه نفسه، اتجاه الكتابه من اليمين للشمال، فهيبقى معمول كده، او يمين شمال يمين معمول كده. فحل المشكله بتاع حضرتك دي اللي هو المحاذاه واتجاه الكتابه او اتجاه النص. شكرا حضرتك. استاذه اسماء اتفضلي. استاذه اسماء مايك مش مفتوح يا استاذ اسمه. طيب استاذ غاده، غاده ماهر، حضرتك قلت ان احنا بنغير اللغه بتاعت الويب بتاعت التبويبات دي، بغيرها من انفو، من ملف او انفو، وبعدين من خيارات. يعني انا لو حبيت اغير من عربي لانجليزي دلوقتي زي ما هو حضرتك حاططها كده بالعربي، حبيت اغير بختار الكلمات. ما سمعتش حضرتك، انت عايزه ايه بقى؟ يعني هو دلوقتي احنا غيرناها منين؟ اعمل من ملف، وبعدين اخترت خيارات، واخترت اللغه، وفي لغه ايه؟ الفايل. فايل. انت عندك انجليزي عايزه تقلبيه عربي يعني؟ اثنين، ده او ده، يعني هو من تبويبة فايل يعني. ايوه اوضح نقطه يا دكتور، حضرتك قلت لي انا افتكرتها مش موجوده، هي موجوده تحت حساب وملاحظات وخيارات تحت، انا هي مش باينه على الشاشه عندي من هنا، هي يعني اللي فوق اخر حاجه اغلاق وبعدين الخيارات تحت عشان لو حد بيسال عليها. طيب كويس جدا، شكرا لحضرتك، يبقى خيارات موجوده تحت اهي. كويس جدا ماشي، في حد رفع ايده؟ تمام مفيش حد رفع ايده، كويس. نرجع بقى لايه، لكماله الشغل بتاعنا احنا ده الوورد بقى كده بشكل عام. الوورد احنا لفينا فيه لفه سريعه تقريبا، غطينا فيه كل الحاجات المهمه اللي احنا ايه محتاجينها من حضرتك. الباوربوينت نفس الكلام، برنامج خاص بانشاء العروض التقديميه في باستخدام الباوربوينت. الباوربوينت ده كان بتاع شركه يعني حد كده كان عاملها ومايكروسوفت اشتريته منه وضافته في المايكروسوفت المجموعه بتاعتنا اللي هي مايكروسوفت اوفيس. طيب نفتحه منين؟ نفس الطريقه، ديسكتوب كليك يمين ونيو، وبعدين باوربوينت، مايكروسوفت باوربوينت برزنتيشن، او تضغط على برضو قائمه ستارت، وبعدين تروح في ترتيب الابجاد للتطبيقات، حرف البي هلاقي فيه الباوربوينت اهو، تمام، فيفتح معايا الايه الباوربوينت عادي خالص، احنا فاتحينه اصلا اهو. نفس الفكره برضو، انت عايز تفتح نيو واحد جديد ولا من التمبلت الموجود، تقدر تعمل هنا يعني تعمل سيرش اونلاين على تمبلت، سيرش معين على تمبلت، فاقدر هنا كده مثلا هكتب كالندر او ستودنت، وجاب لي student study، واعمل بحث كده فيجيب لي
هجيب لي حاجات ليها علاقه بالستادي. هو جايب هنا تمبلت كتيره جدا، تقدر تختار اي اي ملف جاهز من دول وتبدا تشتغل عليه، وهتعدل بس الايه المحتوى بتاعك مباشره. فمثلا نختار الشكل ده كده، تمام اهو ساينتفك فاندز. مجرد ما اعمل كده فهو يعمل لي ادراج لايه لمشروع جديد، ملف باوربوينت. هناك في الوورد كانت الصفحات عباره عن بيجز، لكن هنا عباره عن شرائح او سلايدز، يعني دي شرائح كده، شريحه واحد، شريحه اتنين، شريحه ثلاثه، وهكذا. تمام. القوائم نفس الكلام تقريبا، لكن عندي هنا في قائمه انسرت في حاجات جديده، حاجه اسمها فورمز، حاجه اسمها زوم. تمام. خلينا كده نمشي بالترتيب واحده واحده. الهوم، الهوم هناك كان ادراج صفحه، هنا ادراج شريحه نيو سلايد. تمام. وتقدر تختار من حاجه اسمها لي اوت، او دي بنسميها الاشكال المحتمله لاتاحه المحتوى، يعني ممكن تبقى شاشه رئيسيه او شاشه كاستم لي اوت في عنوان فيها عنوان فرعي وهكذا. يبقى دي لي اوت لو انا عايز اعمل ادراج لشريحه جديده بشكل معين. تمام. بعد كده هنا الجزء الخاص بالفونت، هنا الجزء الخاص بالباراجراف، هنا الجزء اتفضلي. دكتور هو احنا جبنا السلايد دي كلها من نيو ولا منين؟ انا جبت نيو بس ما عملتش واحد فاضي، ما اخترتش بلانك برزنتيشن، اخترت من التمبلت الموجود. ففي كذا شكل زي ما حضرتك شايفه قدامكم، انا اخترت واحد من الناس من الحاجات الموجوده جاهزه دي، فضغطت عليه كده وقلت له كرييت، كل حاجه جاهزه، مجرد هغير المحتوى بس بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. بحدد عدد الشرايح اللي بتبقى في السلايد اللي في الشكل البرزنتيشن اللي انا اخترته، ولا هو بيبقى نازل بعدد؟ انا هو بيبقى نازل بعدد معين اهو، بس تقدري تزوديه طبعا او تحذفي اللي انت عايزاه براحتك. يعني هو بيديكي امثله اهو وانت تعدلي زي ما انت عايزه، هو بيديكي تمبلت او قالب جاهز وانت تقدري تعدلي عليه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين في تناسق في الالوان، في صور معبرة عن حاجة معينة، ده كله بيبقى جاهز، بيوفر عليك، يعني بيخليك بس تشغل نفسك بإضافة المحتوى، لكن هو بيبقى مجهز لك كل الايه الديزاين وكل الأشكال بالشكل اللي حضرتك شايفه والتنسيقات، أنت بس بتغير ايه التنسيقات بس بتاعتك بس. فخلينا نشتغل على الملف احنا كنا شغالين عليه دلوقتي ونشرح القوائم بتاعتنا. احنا كنا بنقول في قائمة هوم شفنا الجزء الخاص بالسلايدز دي. هنا لو انا وقفت علي تكست كده عشان اخلي بس الايه القوائم دي نشطه، اقدر هنا اعدل. خلاص احنا الفونت قلناها والباراجراف قلناها نفس اللي احنا شفناه في الوورد تقريبا. وهنا في الدروينج، دروينج تقدر ترسم بقى اشكال مباشره بالشكل ده، يعني اقدر ارسم ساحه مثلا واحطه كده. تمام. وابدا طبعا كالعاده زي ما اتفقنا، جاب لي قائمه جديده اسمها شيب فورمات، اقدر اعدل الالوان والخطوط. لاحظ معايا ان هو يعني اوتوماتيك كده اختار لون تقريبا يتناسق مع الالوان اللي موجوده على الشريحه بشكل اوتوماتيك، يعني هو اللي اختار اللون ده بشكل افتراضي من نفسه مش انا اللي اخترته. طيب بعد كده، بعد كده عندي في قائمه درو، خلاص مش معانا دي، ديزاين. ديزاين نفس الكلام، يعني نفس الفكره بتاعت ان انت تقدر تختار يعني حاجه جاهزه، ثيمز او ستايل معين جاهز تقدر تطبقه على الشرائح كلها، لكن احنا مش هنعمل كده عشان هو اصلا اوريدي ده متجهز وتمام. لو انت عامل واحد بلانك فاضي وانت اللي كاتب المحتوى بايدك، تقدر تختار حاجات من الثيمز دي يطبق لك عليها على الشرائح بتاعتك. طيب يهمنا بقى في الباوربوينت في يعني اتنين تاب اللي هي الترانزيشن والانيميشنز، دي مش موجوده في الوورد، ودول ما يميزوا الباوربوينت. اللي هو ايه بقى؟ ايه موضوع الترانزيشن وموضوع الانيميشن؟ الترانزيشن ده اللي هو عباره عن حركه الانتقال بين الشرايح، يعني ايه؟ يعني انا موجود في الشريحه دي وبعد كده هخلصها واخش على الشريحه دي، فانا لو عملت كده وضغطت على اف 5 وضغطت على عرض كبر لي الشاشه زي ما حضراتكم شايفين، انا واقف في الشريحه الاولى دلوقتي، لو ضغطت انتظر بس يظهر عند حضراتكم في تاخير كده غير مقصود نت اهو، انا دلوقتي واقف على الشريحه الاولى، لو ضغطت على السهم كده دخلنا على الشريحه الثانيه. فانا لو عايز اعمل حركه انتقال بين الشريحتين دول، فبختار حاجه اسمها قائمه من قائمه ترانزيشن واختار شكل من الاشكال دي. فانا لو اخترت الشكل كده، لاحظ معايا اللي حصل ايه؟ هتبقى بالمنظر ده. فانا لو جيت على الشريحه الاولى وانا واقف كده
هنتقل للشريحة الثانية نشوف التأثير اللي هيحصل. اهو ده اسمه ترانزيشن، تمام؟ طيب امال بقى ايه الانيميشن؟ يبقى ده ترانزيشن، تقدر تختار اي شكل من الاشكال دي وتقدر تطبقها على كل الشرايح من ابلاي تو اول من هنا. دي مهمه برضو، اهو ابلاي تو اول. ابلاي تو اول دي علشان تطبق تاثير معين من حركه الانتقال على كل الشرايح، ابلاي تو اول. فخلاص هو كده هيطبق التاثير اللي احنا اخترناه ده اللي هو البوش على كل الشرايح وهو بينتقل من الشريحه للثانيه. طيب يهمنا بقى في القائمه الثانيه اللي هي اسمها الانيميشن. الانيميشن دي بقى حركه الرسوم المتحركه او حركه للكائنات الموجوده على الشريحه نفسها، ايا كان ايه الكائنات دي، تكست، صور، اشكال، ايا كان. فانا لو عايز اعمل مثلا اخلي السهم ده يتحرك يجي هنا كده يتحرك، فانا ممكن اعمل له حركه يعني انيميشن. منين عندي بقى في اقدر اختار من هنا مباشره، او لو ضغطت على السهم ده هيجيب لي اكتر من يعني تاثير اقدر اشتغل عليه. خلينا نشتغل في الموشن باثز دي عشان احنا عايزين موشن باثز. لو اخترت هنا عشان يجيب لي حاجات كتيره اختار منها اللي انا عايزه، وليكن مثلا الشكل ده، تمام؟ اقدر هو كده هيحرك السهم ده بالشكل اللي انتوا شفتوه. فانا ممكن اكبر كده عشان يوصل لغايه هنا. لو عملت عرض وضغطت كده ضغطه اهو، يبقى انا عملت ايه؟ تحريك للسهم بالمنظر اللي حضرتكم شفتوه. تاني، تمام؟ اقدر اعمل الموضوع ده اللي هو الخاص بالانيميشن على اي حاجه بقى، نص، صور، اشكال، رموز، اي كائن، اي اوبجكت او اي كائن موجود عندي في الشريحه اقدر اعمل عليه ايه؟ انيميشن. طيب هي ما يميز برنامج الباوربوينت ان انت تقدر تعمل يعني تضيف بعض الاضافات الخارجيه، بعض الاضافات الخارجيه اللي تساعدك في ان انت تعمل عرض احترافي وحاجات مميزه. على سبيل المثال جوه الباوربوينت نفسه هلاقي في قائمه، هلاقي في قائمه هوم كده في حاجه اسمها ادنز. لو ضغطت على ادنز كده دي حاجات جاهزه تبع مايكروسوفت نفسها، تمام؟ اقدر اجيب اضافات تساعدني في ان انا اعمل باوربوينت احترافي. على سبيل المثال في اضافه اسمها البريك تايم. بريك تايم دي ان انت تعمل شريحه بالشكل ده، خلينا ناخدها كده كات ونحطها في شريحه فاضيه. لو انا مثلا بعمل محاضرات او حاجه زي كده وعايز اعمل شريحه اعمل فيها، لو انا هعمل وقت البريك فتبقى ظاهره للطلبه بالشكل ده، يعني احنا بنستخدمها احيانا. هنا اقدر احدد الوقت بتاعي مثلا كام دقيقه بالظبط، مثلا 7 دقائق مثلا. وهنا بقى الجميل بقى انت عايز تعمل ايه بالظبط. هل البريك ده لانش مثلا؟ فين اللانش؟ اهي، فبصوا الصوره اللي ظهرت معايا. فانت لما تبقى عندك في العرض بتاعك شغال وبعد عدد معين من الشرايح وعايز تعمل بريك، فبعمل كده باجي على الشريحه الخاصه ب البريك كده، فهي ايه بعمل ستارت وبنطلع بريك، بتبقى ظاهره بالشكل الايه المميز ده. فدي احنا عملناها ازاي؟ عملناها باستخدام الادنز اللي موجوده جوه الباوربوينت، تمام؟ يبقى المعلومه اللي عايز حضرتك تعرفها ايه؟ ان احنا نقدر نضيف بعض الاضافات سواء حاجات ليها علاقه بمايكروسوفت مباشره او برامج اخرى تساعدني في ان انا اعمل برامج او ان انا اعمل عرض تقديمي احترافي زي ما حضراتكم شايفين مثلا موضوع الايه البريك تايم دي، البريك تايمر، او في حاجات تانية بقى كتير ممكن نجربها، تمام كده؟ طيب ايه تاني ممكن نقوله في هنا؟ طيب انا لما باجي انا واقف هنا في الشريحه دي دلوقتي وعايز اعمل عرض او ان انا اكبر الشاشه فول سكرين، بروح فين؟ بروح لقائمه اسمها سلايد شو. سلايد شو ده لازم حضرتك تعرف بقى ان انت تقدر تعمل عرض من بدءا من الشريحه اللي انت واقف فيها، بدءا من الشريحه اللي انت واقف فيها. منين؟ تضغط على حاجه اسمها from beginning هنا، او تضغط F5 مباشره.
تمام from current انا اسف from current slide من الشريحه اللي انت واقف عليها بضغط شيفت اف 5 بضغط شيفت اف 5 فين اف 5 ادي اف 5 فيبدا يعمل لي عرض بدءا من الشريحه اللي انا واقف فيها تمام كده لكن لو انت عايز تعمل عرض من بدايه المشروع بتاعتك من بدايه الشرائح كلها from beginning بضغط على ايه وكاتب لك الاختصار بتاعها اف 5 مباشره فهتضغط اف 5 فيبدا يعمل عرض بدءا من اول شريحه عندي في الباور بوينت تمام كده اهو الشكل اللي حضراتكم شايفينه طيب ايه تاني ممكن نقوله في الحته بتاعت الادس ان كنت بتقول اول نقطه فيها اللي هي التايم بعدها اقول حاجه معلش انا اسفه اتفضلي اتكلمت على البريك تايمز قلت ايه بقى على حاجه تاني بعدها لا ما قلتش حاجه هو ممكن في ديلي في الـ في الـ في, الـ في ظهور الحاجه ولا ايه لا 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 ده ممكن يبقى المشكله عندي انا بس انا بسال الفورمز دي اللي هي الفورمز بتاعه المايكروسوفت لو انا عايزه اضيفها ولا دي ما لهاش علاقه اه هي طيب اوكي طيب لو يعني اتساقا مع الكلام اللي احنا شرحناه في الانترنت وموضوع الشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي شايفين حتى عاملين ادنز اهو عاملين اضافه اسمها شات جي بي تي فور باوربوينت يساعدك لو دوستها اد كده هيعمل لك اضافه للشات جي بي تي جوه الباوربوينت بحيث انه يساعدك ان انت تعمل يعني تضيف محتوى وتضيف حاجات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه طيب يبقى المعلومه اللي عايز حضراتكم تعرفوها كويس جدا ان احنا نقدر نضيف اضافات اضافيه داخل الباوربوينت تساعدنا في ان احنا نعمل يعني حاجه احترافيه جدا من ضمنها زي ما انتم شفتوا التايمر او غيره يعني في كمان برامج بقى برامج كاملة نقدر نضيفها زي برنامج اسمه PowerPoint Labs PowerPoint Labs ده بيخليك بيساعدك ان انت تعمل يعني حاجات كويسة جدا على الباوربوينت غير بقى الانيميشن والترانزيشن اللي احنا شفناها يعني احنا شفنا في الانيميشن تقدر تحرك كائنات معينة الترانزيشن حركة الانتقال لكن الباوربوينت Labs ده من ضمن الاضافات الرائعة اللي تقدر مثلا على سبيل المثال تعمل بيها هايلايت معين بالشكل ده يعني خليني اقول لكم هايلايت بوينت كده تمام وشوف اللي هيحصل لما اجي اعمل عرض عايز اعرض بدءا من الشريحه دي فادوس شيفت اف 5 ونشوف العرض هيبقى ازاي شوفوا لو ما هضغط اسهم شوف المحتوى هيبقى عامل ازاي اول نقطه اهو خلى لونها احمر النقطه الثانيه احمر اهو وبعد كده قفل الثانيه بقت سودة اهي اهو شايفين فدي طريقه معينه او يعني اوبشن اضافي اهو عملت بيه تاثيرات معينه وجميله على الباوربوينت بتاعي بدون ما ابذل اي مجهود حاجات جاهزه في حاجات كتيره جدا ورائعه ممكن نجربها بعد كده لو حابين وطبعا الشروحات موجوده على الانترنت دكتور معلش حضرتك جبت الباوربوينت لابس ده منين؟ ده مش موجود عندنا ده يعني حاجه بنعمل لها سيت اب وبتنزل عندي في الباوربوينت ممكن تقول لي اسمها معلش؟ هي اسمها كده اسمها باوربوينت لابس؟ لابس. طب يا ريت اوكي هبعت لحضرتك الفيديو اللي بيشرح الاستخدام التول دي والتول نفسها اللينك بتاعه اوكي تمام هتلاقوه عندكم على الجروب ان شاء الله على التليجرام بس دي حاجه اثرائيه مش هنسال فيها او حاجه مش هسالكم يعني ازاي اعمل باوربوينت لابس هايلايت على الباك جراوند او على البوينتس مش هسالكم كده لكن ممكن اسال اقول هل بس يا ريت يا ريت يا دكتور لو في فيديوهات متسجله شبه اللي حضرتك بتشرحها دي تبعتها لنا على جروب التليجرام يعني طريقه شرح حضرتك الحلوه اتمنى بلاش الله يكرمك شكرا لذوقك لكن انا الحقيقه مش انا بتعلم الحاجات دي من ناس بتشرحها على اليوتيوب مش عايز ارفعها على الجروب بتاع التليجرام لحسن الناس تعتبر ان ده تبع منهج فالناس تسال فلو حضرتك اللي محتاجها يبعت لي خاص وابعت له اللينك الخاص بالفيديو ده تمام طيب دكتور من ضمن برضو البرامج اللي نقدر نضيفها وفي ناس زمايلكم الناس بتوع التعليم الالكتروني يشتغلوا عليها حاجه اسمها اي سبرينج سويت ده حاجه قمه في الروعه ان انت تضيف تحول بقى الباوربوينت العادي بتاعك ده الى مقرر الكتروني تفاعلي تحط فيه اسئله تحط فيه يعني انتراكشن المحتوى نفسه بتعرضه بشكل تفاعلي جميل وهكذا يعني الفكره اللي انا عايز اقولها لحضراتكم دلوقتي ان احنا في الباوربوينت بالاضافه للحاجات التقليديه او البسيطه اللي احنا قلناها او اللي هتسمعها في اي مكان ان احنا نقدر نعمل عرض تقديمي لمحتوى معين
وتحط نص وتحط صور وتحط فيديوز وتحط مش عارف وتعمل انيميشن حركة انتقال بين الشرايح وتعمل ترانزيشن حركة وتعمل انيميشن قصدي تأثير معين على حركة الانتقال والانيميشن تعمل عليها حركة انتقال للكائنات. لكن بالإضافة لكده من الأدنز نقدر نضيف زي ما حضراتكم شفتم بعض الحاجات الإضافية اللي تخلينا المشروع بتاعنا بشكل احترافي. تمام؟ إيه تاني ممكن نقول؟ حاضر يا فندم، هسمع حضرتك لحظة واحدة بس. طبعاً الفيديو، الفيديو مهم جداً في الباوربوينت، احنا لازم نقوله عشان لو جالنا في الإيه كده. أدي فيديو، نجيب منين فيديو؟ فهقول insert كده، هلاقي فيه جروب اسمه ميديا، هلاقي فيه هنا فيديو، لو ضغطت على فيديو كده هختار، يعني تقدر تنزل فيديو من على جهاز الكمبيوتر او من على الانترنت. فانا خلينا نشوف كده ايه الحاجات اللي موجوده عندهم في الانترنت في المايكروسوفت 365، ونضيف كده كمان نقدر نضيف من زي ما انتم شايفين من اليوتيوب ومن غيره. فلو كتبت كده مثلا مش هعمل سيرش، انا هجيب اللينك على طول، هجيب اللينك بتاع الفيديو من على اليوتيوب مثلا واحطه هنا. فخلينا نجيب كده سريعا، او بلاش 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 بلاش، مش عايزين ندخل نفسنا في نضيع وقتكم. هختار من this device، وبعدين هختار اي فيديو بقى موجود عندي هنا على الجهاز، مش عارف فيه بقى ولا ايه. فيديو، مفيش فيديو، تختار اي فيديو. طبعا ادي الامتدادات، تاني رجعنا لكلمة امتدادات، امتدادات يعني الملف ده دوت ايه، علشان الكمبيوتر يفهم يشغل الملف ده بايه، يعني ده ملف صوت ولا فيديو ولا وورد ولا باوربوينت ولا ايه بالظبط، يعرف منين الويندوز، يعرف الكلام ده من الامتداد بتاعه. فحضرتك تبقى فاهم موضوع الامتدادات ده، وتعرف ان انت لما تبص على اي ملف تعرف ان ده امتداده مثلا WMV، يبقى ده ملف فيديو نشغله باي برنامج يخص بتشغيل الفيديو. بي دي اف، يبقى اي برنامج خاص بتشغيل البي دي اف زي الادوبي ريدر او غيره. ام او في، ده برنامج، وهكذا. طيب انا ما عنديش فيديوهات، كنت عايز انزل فيديو بس كنت عايز اوري حضراتكم موضوع ان انا اقدر اقص من لقطه الفيديو نفسها، اعمل حاجه اسمها تريم، ان انت لو في حته معينه في الفيديو مش عايز الفيديو كله، انا عايز حته منه، فهشاور عليها واقطعها واحطها عندي في الايه الباوربوينت بتاعي. وده مشروح مع حضراتكم في اللينك اللي احنا رافعينه من زمان من اول الترم فيما يتعلق بالباوربوينت. طيب اخر حاجه عندي اللي هي الحفظ، اقدر اعمل سيف از زي ما اتفقنا، هيسالني ثلاث اسئله، المكان، الديسكتوب، الاسم ساينتفك، الامتدادات، تاني الامتدادات. لكن هنا هنضيف بقى حاجه، احنا هناك كنا قلنا في الوورد احنا قلنا دي او سي وبي دي اف، او دي او سي اكس والبي دي اف، هنا هنضيف لهم كمان. يبقى ادي البي بي تي، ده الطبيعي بي بي تي اكس يعني معمول من فيرجن 2007 واحدث، وادي البي بي تي عادي اللي هو 2003 و97. لكن عندنا بقى، وعندنا برضو البي دي اف زي ما احنا متعودين، هيطلع لك الايه الملف بتاعك عباره عن ملف بي دي اف غير قابل للناس، يعني ما بقاش باوربوينت بقى تعمل له شو، لا ده بقى ملف كده ايه تعمل له استعراض. هنا عندي امتدادين جمال عايز اوريهم حضراتكم. الامتداد الاول الام بي 4، انت تقدر تحول الملف الباوربوينت بتاعك ده مباشره لفيديو، ده الامتداد الاول. الامتداد الثاني حاجه اسمها بي بي اس او بي بي اس اكس، طبعا يعني خلاص كده احنا عارفين موضوع البي بي سي الاكس دي معناها ايه. بي بي سي اكس ده او الباوربوينت شو، ان انت لما تدي الملف ده لاي حد او انت هتبقى بتستخدمه، بمجرد ما تضغط عليه دبل كليك مش هيفتح لك بالشكل اللي احنا متعودين عليه ان تقدر تعدل على الشرايح، لا هيفتح لك ملء الشاشه مباشره اللي هو شو على طول. ده اسمه ايه؟ اسمه باوربوينت شو. بي بي ده كمان بيحفظه أو... من التعديل يا دكتور، انا كنت بعتها لحضرتك كده صح؟ لا ما بيحفظوش من التعديل ولا حاجه، اقدر عليه. لا اقدر يعني مثلا ازاي؟ ازاي هقول لك اهو، ادي البي بي اس اكس اهو، انا حفظت بي بي سي اكس وعلى الديسك توب، واقول له ايه حفظ، مش كده؟ اقفل الزوم، اقفل ده مش محتاجينه، ولا ده كمان. ادي الملف اللي احنا عملناه دلوقتي بي بي، هو ده بي بي اس اكس اهو، اما اضغط عليه دبل كليك عمل ايه؟ المفروض ان هو هيفتح في الشو على طول، مش كده؟ تمام. حلو، انا عايز اعدل عليه بقى. اروح رايح فاتح الباور بوينت عادي خالص، وهفتح ده اوبن ويز، يعني هفتح باور بوينت كده. لكن انا ما اقدرش احفظه من التعديل غير لو كان بي دي اف.
بي دي اف. بي دي اف بس. بيبي باوربوينت اهو. فهمت يا دكتور؟ فهمت. تمام. هعمل باوربوينت وبعدين هقول له اوبن ويز وهشاور على الملف بتاع حضرتك ده. ادي فتح وبعدين احنا حاطينه هو ده. هفتحه لي هو ما فيش اي مشكله خالص قابل للتعديل وهنعدل فيه زي ما احنا عايزين. تمام كده. طيب يبقى احنا عشان قلبنا اللغه تاني قلبها ماشي. لو سمحت يا دكتور بعدين نفس الكلام موضوع الباسورد. حاضر خلص بس الجزئيه دي عشان ما انساش وهسمع حضراتكم اللي عنده اي سؤال هسال. اسمع معلومات ادي برضو. في ناس ايه؟ في ناس بتسال عادي يعني. انا رافع ايدي من بدري ونزلتها فانا هسال سؤال بسيط ومهم اهم من كل ده. انا دلوقتي عندي الورد اهم من كل ده يعني اقصد مبني عليه كل ده يعني. اتفضل. طيب سمعني سؤال حضرتك. الله يكرمك. انا دلوقتي عندي وورد 2010 او باوربوينت 2010 كويس. انا المفروض ان انا النسخه اللي حضرتك شغال عليها دي 2000 وكام او اسمها ايه وينفع ان انا انزلها من غير ما تاثر على القديم؟ ينفع انت تنزلها من غير ما تاثر على القديم. القوائم الجديده بس هتبقى مختلفه. اماكن الادوات ممكن يختلف لكن هي نفسها بعينها ما فيش اي مشكله خالص. أنا أقصد يعني ما تلغيش القديم، ما تأثرش على مايكروسوفت أوفيس ببرامجه القديمة اللي هي 2010. أيوة. لا هتفضل موجود عندك. هيبقى عندك تو فيرجن 2010 ومثلا 365 الاثنين هيبقوا موجودين. هو ده اسمه يا دكتور 365 ولا 2013 مثلا؟ يعني أنا لما أجي أبحث كده مايكروسوفت أوفيس 300 وكم؟ 365. ماشي شكرا ماشي. انا بس عايز اخلي اللغه تاني انجليزي. طيب لو قفلت كده وفتحت تاني احنا كده خلصنا موضوع الايه الحفظ باسم. وطبعا موضوع برضو ان انت تعمل باسورد على الملف نفس الفكره من هوم من ملف فايل وبعدين انفو وتعمل برضو الانكريبشن عادي خالص وتحط الباسورد زي ما اتفقنا النقطتين الخاصه بيه ان انت تعمل تخلي بالك من الكي سنسيتيف او يعني الحروف يعني كابيتال او سمول تبقى متاكد من كاتب الكلمه السر بتاعتك ايه كابيتال او سمول او غيره. ده من فايل وبعدين انفو وبعدين اللي هي ايه بروتكشن برزنتيشن وهنختار انكريبت وذ باسورد. وطبعا موضوع برضو الايه الاوبشن ده موضوع الايه اللغه والواجهه. طيب ايه تاني في الباوربوينت؟ دي الاضافه موجوده في اعتقد ممكن تقول لنا يا دكتور ازاي نسجل عليه الصوت لان اوقات مثلا بنبقى عايزين نعمل مشكله انت دلوقتي في اسئلتك اللي بتدخلها على طول دي والراجل زعل مننا فمش عايزين يعني نأجل الأسئلة شوية بقى. إحنا نقدر نضغط على ريكورد ريكورد تسجلي بقى المحاضرة مباشرة يعني محاضرة الفيديو محاضرة المحاضرة بتاعتنا دي. إحنا ممكن الانستراكتور أو الدكتور أو اللي بيعرض يسجل مباشرة ويعمل لك لقطة فيديو مباشرة من خلال استخدامك للباوربوينت عادي خالص. فأنا أضغط على ريكورد وبعدين from beginning كده هو هيبدأ يقول لي ان هو هيسجل لك اللقطه دي فيديو. اقول له تمام عشان بس اول مره اسجل ما بسجلش بالباوربوينت. شايفين اللقطه دي اللي ظاهره عندكم؟ مش ظاهره عندكم. مش ظاهره عندكم اللي ظاهره عندي ظاهره. تمام. بيديك بقى مود كده اسمه المود الخاص بالعارض او بريزنتر. شايف كده بيجيب لك هنا السكريبت اللي انت عايز تقوله وهنا الشريحه الاولى. ولما طبعا اول ما اضغط على لسه ما ضغطتش على ريكورد يعني احنا لسه هنضغط على ريكورد كده هيسجل بقى كل حاجه هتحصل معايا في المحاضره بتاعتي اللي هو الجزء اللي تحت ده. فلو ضغطت على تسجيل كده هيبدا يعد معايا 3 2 1 هو كده بدا يسجل المحاضره عادي جدا. الباوربوينت زي ما ظاهر عند حضراتكم بالشكل ده اللي هو الجزء اللي تحت. ادي الشريحه الاولى اضغط كده هيدخلني على الشريحه الثانيه. وطبعا انا لو عامل نوتس او كاتب سكريبت معين اللي بيتقال في المحاضره او في الشريحه دي بيبدا يظهر قدامي هنا واقدر اكمل كده على طول على طول. وبعد ما بخلص العرض بتاعي اقول له ستوب ريكورد هيبدا يديني الملف ده اعمل له اكسبورت كايه كملف فيديو. تمام.
حدد الملف بتاعي مكانه فين مثلا على الديسكتوب اكسبورت كده بيحفظ البرزنتيشن فيديو صوت وصوره واقدر طبعا احط كاميرا وكل حاجه وفيديو مباشره وبعد كده ترفعه بقى على اليوتيوب ترفعه تحطه في اي مكان زي ما احنا عايزين تمام ده كان اللي هو الجزء الخاص بالريكورد او تسجيل المحاضرات مباشره من داخل الباوربوينت طيب انا خلصت كده اللي عايز اقوله في الباوربوينت اللي عنده اسئله يتفضل يرفع ايده واستاذنكم بس ايه نحاول نختصر كده عشان وقت حضراتكم استاذه فاديه اتفضلي اي دكتور هو بس مش سؤال هي كانت بتسال على الريكورد في سلايد شو ريكورد سلايد شو كل سلايد تشرحها لوحدها طيب حاضر يقفل بس يخلص الاكسبورتنج ده واشوفها تاني مع حضرتك ونرجع تاني استاذ مصطفى عبد الغني اتفضل لو سمحت يا دكتور انا عندي النسخه الباوربوينت بفتح سلايد بيديني تقسيمه خطوط وهميه كده صغيره خالص نقط ومقسم الصفحه اربع اجزاء تمام حاضر اظبط لك دلوقتي بس خلص الراجل بتاع الفيديو ده ماشي اتفضل استاذ الشهاده عصام اتفضلي دكتور هو انا لما جيت اعمل في الباوربوينت انا ما لقيتش كلمه الانيميشن عشان اقدر احرك المحتوى فهل ده بسبب ان النسخه قديمه لا يعني باوربوينت لازم فيه انيميشن لازم يعني ما لقيتش غير ان هي ترانزليشن وقدرت احرك السلايد نفسه بس المحتوى ما قدرتش خالص لا النسخه دي غريبه النسخه دي غريبه مش موجوده ما ينفعش يبقى باوربوينت وما فيهوش ما فيهوش انيميشن يعني او رسوم متحرك لازم هي يعني موجوده قائمه حضرتك يا اما ما خدتش بالك منها يا اما النسخه ناقصه طب هل ممكن مثلا تكون يعني مخفيه فمحتاجه اعدادات من جديد او حاجه زي كده لا ما ينفعش نخفي قائمه بالشكل ده مش مخفيه ممكن مشكله تسطيب يا دكتور يعني الملف مش كامل يعني صح كده طيب استاذ مصطفى كنت تسال على ايه بقى انت حضرتك بتفتح الباوربوينت بتلاقي ايه بقول لحضرتك يا دكتور بفتحه بفتح سلايد بيظهر معايا الشريحه فيها خطوط وهميه صغيره خالص ان هي النقط ومتقسمه اربع اجزاء ممكن اعملها مشاركه لحضرتك دلوقتي اتفضل اعمل وريني زي كده يا دكتور ظاهر عند حضرتك ظاهر ده اللي ظاهر عندي تمام مفيش مشكله خالص ما انت عندك ايه بقى بص كده حضرتك انت دلوقتي واقف على قائمه ايه انسرت اهو لو عملته هوم اهو عادي اعتقد من العرض يا دكتور بالظبط من فيو كده بص فيو عندي في حاجه اسمها جريد لاينز تمام وحاجه اسمها رولز وحاجه اسمها جايد لاينز هي دي اللي ظاهر عندك يعني تخليني افتح كده ملف فاضي عشان تبقى باينه الحاجه دي هو عند حضرتك كده اهو زي ما عندي اهو يعني ممكن استاذنك اقفل بس الشير بتاعك واعمل شير انا تمام اتفضل تمام كده شير اهو بقى زي عندك بالظبط اهو انا بس عملت ايه هنا دي في طريقه العرض نفسها بنعمل في قائمه فيو بنبقى عاملين في الشو في حاجه اسمها جريد لاينز اللي هي الخطوط الصغيره اللي حضرتك شايفها دي والجيد لاينز دي بيعمل لك بيقسم لك الشريحه نصين كده بالظبط دي حاجه بتساعدك بس عشان تبقى عارف ابعاد الشريحه تقدر تحط محتويات مثلا في الربع اللي فوق في الربع اليمين الشمال وهكذا فدي مجرد حاجه شكليه تقدر تلغيها بالشكل اللي حضرتك شايفه تمام طيب الغي الاختيار نفسه يعني تلغي الاوبشن بس بتاع فيو ده تحوش الجريد لاينز ديت والجاد لاينز هيحوشها ان شاء الله طيب تمام شكرا لحضرتك عفوا أستاذة دعاء السيد ألو دعاء السيد أيوة يا دكتور يا دكتور أنا جيت مرة نزله اللي هو الميكروسوفت 365 ده على اللاب وطلب حاجات كتير ومعرفتش أنزله وكان في منهم إن هو برضو زي أشتريه أو حاجة كده هو انا احصل عليه ازاي من غير التكلفه دي او لو في حاجه مثلا اعرف انزله بيها تمام
هو احنا بنحصل على النسخه من المايكروسوفت 365 نسخه كامله. لو حضرتك في مؤسسه تعليميه مثلا في مدرسه او حاجه في وزاره التربيه والتعليم بيدوا اكاونت للمدرسين، او لو في الجامعه احنا عندنا بيدونا اكاونت، او لو حتى لحظه تمام. كنت بقول لحضرتك تقدري تحصلي على نسخة من المايكروسوفت 365 من خلال وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي، بيدوا منسوبيهم أكاونت حساب كامل، يعني هم عاملين اتفاقية مع مايكروسوفت بيدوا الناس حساب كامل، أو لو أنت طالب في الجامعة برضو بيدوا للطلبة الستودنت أو حتى البوست جرادويت. لكن احنا في الجامعة حضرتك تقدري تسألي على الموضوع ده، يعني لو دخلنا على موقع جامعة القاهرة مثلا على سبيل المثال، بما أننا كلنا طلبة دراسة عليا، لو دخلت كده على جامعة القاهرة بالشكل ده موقع الجامعة، وبعدين هلاقي هنا في حاجة اسمها البريد الإلكتروني، هضغط عليها كده. هلاقي هنا في حالة وجود أي استفسار هضغط على اللينك ده، بيدين هنا طريقة إن حضرتك، أنا طالب دراسات عليا أهو، طالب دراسات عليا لا امتلك حساب بريد الكتروني، عايز بريد الكتروني. فهو انت لما بتعمل بريد الكتروني بالطريقه دي، يعني تبعت بريد للسبورت اد stdud.edu.gov بالبيانات دي، هيدي حضرتك اكونت على اد stud.co.edu.gov، تقدري من خلاله لو دخلت على موقع مايكروسوفت تنزلي ايه، تنزلي نسخه كامله من المايكروسوفت اوفيس 365 وحاجات تانية وبرامج تانية. تمام. استاذ ربيع، استاذ ربيع الدوحة اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. يعني انا كنت اقترحت على حضرتك يا دكتور اللي هو تخفيف الابحاث والغاء يعني المطلوب الرابع. لا مش لا لا ده حضرتك يعني خليت شلته فعلا، فانا بشكر حضرتك يعني على الاستجابه. طيب كنت لسه عايز اسال حضرتك سؤال. ما لغيناش حاجه، احنا لغينا بس ما تقولش بقى يعني احنا لغينا في التعليم الالكتروني بس مش هنا، ما لغيناش حاجه هنا. اتفضل. طيب عموما شكرا لحضرتك يعني على الاستجابه. السؤال عفوا، هل فضل. ممكن نكتفي بالمحاضره ديت بالنسبه للامتحان، ولا هنحتاج نرجع للمحاضرات الثانيه؟ احنا انا شرحت الوورد والباوربوينت، كان في ملفات موجوده برضو بتشرح الوورد والباوربوينت، وفي ملف احنا شرحناه المحاضره الثانيه كان بيشرح فيه الانترنت ازاي تعمل بريد الكتروني، وازاي تخش على خدمات الجوجل والدرايف ومشاركه الحاجات دي هتبقى معانا في الاسئله. فكل الفيديوهات دي موجوده في الامتحان. تمام. دول يعني الاثنين كافيين في الامتحان يعني ان شاء الله. طيب شكرا لحضرتك. استاذه اسماء، اسماء عبد القادر. معلش يا دكتور انا ممكن استاذن حضرتك تبقى تنزل بس الاسامي اللي بعته الفورم الثاني، انا بعته بعد الساعه 12 امبارح. اللينك موجود يا جماعه، اللينك موجود، اللينك في لينك حاطه على الجروب بتاعنا بتاع التليجرام، هتضغط عليه هتلاقي اسماء كلها بتاع الناس. ايوه لا هو بيظهر لي مجموعه واحد بس. بيظهر لك ايه؟ مجموعه واحد بس مكتوب جنبه مجموعه واحد. ماشي طيب انزلي تحت شويه كده تلاقي مجموعه اثنين، وهتلاقي الناس كده من غير تنسيق خالص اللي هم سلموا بعد ما عملت التنسيق. تمام. استاذه مروه حسين اتفضلي. انت تاني تقول ازاي موضوع الاكونت اللي احنا نعرف ننزل منه المايكروسوفت؟ تمام. احنا سالنا ايه سؤال حضرتك؟ ازاي تعملي اكونت؟ يعني حاجه زي الايميل بتاع الجامعه عشان اعرف اعمل قبل. ما هو ده اللي بقوله. انت تعملي بس يبقى عندك بريد الكتروني جامعي، ومن خلاله تقدري تعملي تخشي بقى على مايكروسوفت كده يعني عادي خالص. انا عندي اكونت جامعي مش عندي. حلو قوي حلو قوي. لو دخلت على مايكروسوفت 365.com كده ودخلتي ساين ان بالاكونت بتاعك، هيدخلك على الايه، في هنا كده حاجه اسمها تطبيقات او مايكروسوفت 365. هضغط على مايكروسوفت 365 كده،
ادي تطبيقات. كاتب لي شراء مايكروسوفت 365. لا لا تنزيل ثاني لحظة بس كده هنزلهولك اجي بالك. اهو الحصول على فين بقى الاوفيس، الحصول على مزيد من التطبيقات. طب هو جايب لي الوورد والاكسل والباوربوينت والاون درايف والاوتلوك والتيمز والكليب شامب. تمام هم دول تقدري تعملي. انا بس بدور على ازاي نقدر ننزله على التليفون على الجهاز على طول. لحظه كده كاتب لي تثبيت التطبيقات اعمل داونلود يعني تثبيت. ايوه هو تثبيت ده بالظبط. جت 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 ورا يا دكتور بس انت رجعتها، جت التحميل بس حضرتك رحت مرجعها. ماشي في تثبيت التطبيقات اهي موجوده تثبيت التطبيقات. تمام هتضغطي على خيارات التثبيت الاخرى عشان بس اختار اللغه والكلام ده. اهو ادي تثبيت اوفيس. طبعا كل حساب او كده ينزل مباشره. طب لحظه هو ده التطبيقات اهو. تقدري تختاري بقى الايه اللغه والاصدار بتاع حضرتك، هل 64 ولا 32، وتعملي التثبيت. الترقية الى الاصدار المتميز. الاصدار المتميز او مصدر عندي ده فغالبا اشتراك. طب يعني انت نازل عندك 365 حضرتك نازل عندك العادي ولا لا؟ لا هو نازل عندي على الجهاز اصلا 365. لا مش عارف 365 ولا لا. طيب نعرف منين بقى؟ لما تفتح الوورد كده في ملف كده اهو في عندي الحساب بيقول لك انت ايه بالظبط. اهو جاي يقول لي هنا اهو ان انا مايكروسوفت 365 وادي التطبيقات اللي انا مصرح ليها الاستخدام بيها، واقدر اعمل هنا تحديث لو انا عايز اعمل تحديث هيجيب لي التحديث بتاعي. فهو بيقول لك الاصدار اللي انت فيه دلوقتي. تمام تمام دكتور انا كنت ببعت لك على التليجرام مروه حسين. اتفضل. لا انا بذكر حضرتك بس على التليجرام لما ببعت لك على الابلود بتاع الابلكيشن بتاع التاسك المطلوب يعني. طيب تمام وصلت. تمام مين تاني حد رفع ايده؟ انا عايز اسال سؤال معلش يا دكتور انا اسف. طب لحظه واحده الاستاذ محمود وفاء. طيب قبله الأستاذة أسماء عاطف. أسماء عاطف. أيوة دكتور حضرتك كان عندي بعض الاستفسارات بس عايز أسأل عليها. اتفضلي. هو أنا دلوقتي استخدامي للباوربوينت كله من على الموبايل مش متوفر اللي هو حوار الأنيميشن وكده، فبضطر إن أنا لما بتكلم في موضوع ببحث عن أنيميشن خاصة بالموضوع على جوجل وبعد كده بقصها وبحطها جوه البرنامج. فلو في امكانيه انه يبقى يعني اوصل الانيميشن دي من جوه البرنامج نفسه من الموبايل لان انا مش متوفر عندي لاب اصلا. الحاجه الثانيه اللي كنت عايزه اقولها لحضرتك انه الشرح يعني شرح حضرتك مختلف، يعني بما ان حضرتك بتشرح انك فاتح لاب وكده فمش هيبقى متوفر معنا كلنا مثلا حوار اللاب ده. فنوعيه الاسئله في الامتحان يعني هتبقى حضرتك مراعي مثلا في ناس معاها موبايل فممكن حاجات تيجي تبقى مختلفه علينا ما نبقاش احنا عارفين نجاوب عليها. طيب انا كنت يعني عايزه ازاي احنا اتكلمنا في الموضوع ده في بدايه المحاضرات خالص وده دي مشكله موجوده معانا طول الاعوام الحقيقه. موضوع الايه اللي بنعتبرها الاجهزه او الانفراستراكشر يعني او البنيه التحتيه. احنا بنتكلم الحاجات الكومن او الحاجات المنتشره عند الناس كلها، لكن الناس اللي عندها ظروف ما الموبايل بتاعه مش متاح غير موبايل والموبايل ما فيش الفيرجن كامل لكل الاعدادات، معاه مثلا ماك والنسخه مختلفه ما فيش فيها مش عارف ايه والاختصارات عنده هناك حاجه اسمها كوماند ما عندوش حاجه اسمها ويندو. الحاجات دي فيعني اصل حضرتك انت محتاجه بس تشوفي الفيديو مره واثنين وثلاثه
وهتعرفي على طول يعني هتعرفي ايه المطلوب بالظبط وهتكتسب المهارة. وزي ما احنا قلنا احنا يعني احنا النهارده 2023 خلاص كل سنه طيبين داخلين على 24 يعني خلاص بقى خلاص يعني بقى متاح ان انت توصلي الكمبيوتر او جهاز لابتوب او حتى لو يعني من جرانكو يعني مش هقول لك اخوك ولا زوجك ولا ابوك ولا جرانكو كده ولا سايبر ولا مركز خدمه المجتمع عندنا في الكليه او اي يعني اقصد اقول بقى متاح دلوقتي ان انت تقدري توصلي الجهاز الكمبيوتر نص ساعه تطبقي الكلام ده كله وتجربيه وخلص الموضوع خلص يعني. لكن يعني دعوه ليا ولحضراتكم ان احنا نحاول ما نوجدش لنفسنا اعذار ان احنا ما نتعلمش المهارات المهمه جدا والضروريه جدا اللي انت عايزه تشتغليها. يعني انت دلوقتي هتعملي سي في وهتروحي تشتغلي في مدرسه وكاتبه له ان انت بتشتغلي وورد وجي في المقابله الشخصيه قال لك اعملي لي انسرت لفيديو في الباوربوينت فهتقولي له والله اصلا انا مش عندي الاوبشن ده على الموبايل. يعني احنا طلب الدراسات العليا واحنا المفروض حضراتكم بتاخدوا الدبلومه دي او غيرها علشان يا اما حضراتكم شغالين في اماكن وعايزين تبقوا في اماكن احسن او ان انتوا عايزين تزودوا مهاراتكم في الاماكن اللي انتوا موجودين فيها. ففضلا مش عايز حتى في ناس من حضراتكم بيزعلوا ان لما بيبعتوا لي على الخاص اسئله انا ما بقدرش اجاوب عليها عشان ببقى متعصب جدا. اسئله من هو ايه طب انا الوورد الجهاز بتاعي قفل والكهرباء قطعت عليا وانا بعمل. طب حضرتك احنا ديلنا شهر مستنيينك ترفع الملف ده جاي ترفعه في الساعتين اللي بيقطع فيهم النت. طب الكهرباء الاصل الوورد الملف بتاعي اتقلب. طب يعني حضرتك انا اعمل ايه اجي اعدله لك اعمله من اول وجديد واعمله معدول كويس. اصل والله الـ الالوان مش متناقضة. طب انا اعمل ايه يعني حد يعني فضلا احنا بنتعامل مع ناس كبار واحيانا يعني بتبقى في اسئله انا بتفهم ان احنا كلنا بنتعلم وبنبقى عندنا اسئله وتساؤلات وكل حاجه لكن يعني حقيقه حاجه بتبقى يعني صعبه قوي. فالكلام ده مش موجه لحضرتك انا بتكلم بشكل عام. يعني جات المناسبه ان انت فكرتيني ان في ناس كانت بتسال اسئله الحقيقه مش عارف اقول ايه. ده بالاضافه بقى يعني غير ده كله واحنا قلنا كده في محاضره من ضمن المحاضرات احنا دلوقتي يعني انا اسف سامحوني على التشبيه او المثال اللي هقوله اي واحده من حضراتكم لما تبقى عايزه تعمل اي اكله مش عارفه تعملها بتدخل تسال على اليوتيوب تقول والله عايز اعمل مش عارف ايه وبيجيب لك بقى فيديو حد بيشرحه لك بالتفصيل. طب ما هو نفس الفكره انا عايز اعمل حاجه معينه على الوورد ولا الباوربوينت ولا في اي برنامج ولا في اي مهاره ولا اي حاجه. طب ما تخش تسال على اليوتيوب وهيجيب لك سؤال محترم وحد تعبان عامل لك فيديو واحترافي وهكذا. تمام الاستاذ محمود حضرتك هتفتح المايك ولا مش عارف توصله؟ لا انا المره اللي فاتت فتحته بس ما رضاش كان عامل الساوند من يجيب على حاجه ثانيه. المهم بس طب. انا كنت بسال على في الوورد يا دكتور في بتبقى في مسطره كده فوق وفي الجنب بتظبط عليها المسافات انا ما بعرفش اوصل لها هي متشاله من عندي ومش عارف اوصل لها. يعني من قائمه عرض انت عندك عربي ولا انجليزي؟ احنا في العربي اهو في قائمه عرض او فيو هتلاقي في عندك المسطره كده هي ظهرت معايا اهي ادي المسطره يمين فوق وتحت اهي مش واضحه يا دكتور ولا ايه وضحت عند حضرتك ولا لسه ما ظهرتش؟ لا لسه ما ظهرتش والله يا دكتور. طيب هتظهر ايوه دي جبتها حضرتك منين بقى؟ من قائمه عرض واخترت من اظهار مسطره خلينا اقلب انجليزي يا ريت اعمل اعمل بس اللغه خليه انجليزي التحريك الاعلى موافق تمام كده سؤال حضرتك انا تمام واضح شكرا يا دكتور ماشي استاذه دعاء اتفضلي دعاء السيد هو دعاء السيد ولا دعاء كامل اقفل انا دعاء السيد هي اللي عليها الدور في اتفضل. هو انا كنت بس بستاذن حضرتك لو في اي حاجه في تثبيت المايكروسوفت او حاجات وقفت قدامي ان انا اتواصل مع حضرتك بس يعني مش اكتر. تمام لو متاح. تمام متاح ان شاء الله. اتفضل حضرتك ماشي عفوا اتفضلي يا استاذه مارينا. ايوه انا مارينا. خلاص أنا بس هتكلم على التعليم الإلكتروني بتاع برنامج الإيميندي دي بس من ساعة ما نزلته على الجهاز وحضرتك مكاننا مش مكاننا مش وقتنا مش هنا خالص اسألي حضرتك على الخاص ونرد عليك أو في الجروب بتاعنا. أستاذة مونيكا اتفضلي. أستاذة مونيكا مع حضرتك يا دكتور. حضرتك في أول محاضرة قلت على شكل الأسئلة اللي هتيجي في الامتحان بتاع الميد تيرم طب هل دي نفس الأسئلة
الاسئله اللي هتيجي في الفاينل، اللي هو حضرتك تدينا زي صوره كده او حاجه واحنا نقول هي دي اسمها ايه وكده، ولا ده ليه علاقه بالميد ترم بس؟ طيب كويس السؤال ده. احنا يا جماعه اي حاجه ليها علاقه بالعملي مش هتيجي في الامتحان النهائي الفاينل. الفاينل هيبقى في الكتاب فقط اللي حضراتكم، اللي هو مقسوم جزئين، جزء ليه علاقه بالاصول وقسم وجزء ليه علاقه يعني الفصول بتاعتنا اللي هي من الفصل الاول لغايه الفصل السادس، هي دي اللي هتبقى موجوده معانا في امتحان الفاينل. ما فيش اي حاجه ليها علاقه بالعمل اللي احنا بنتكلم عليه، وورد وباوربوينت انترنت، مش هيبقى موجود خالص في الامتحان. شكرا لسؤال حضرتك. استاذه دعاء كمال اتفضلي. معلش يا دكتور، انا دلوقتي الشاشه بتاعت حضرتك سامعني؟ هي جايبالي شاشه اسود، انا عايزه اجيب الوضع الابيض زي ما حضرتك جايبه، حاولت ما مش بيجيبه من الشاشات اللي قدامي، واضح ان هو موجود في حته انا مش عارفه فيها. هو ايه جايب لي الوضع الليلي؟ الشاشه يعني الشاشات العرض كلها فوق هي لونها اسود. مش ال اتفضل. من فايل، تمام، فايل، وبعدين اكاونت، وبعدين حضرتك في عندك هنا حاجه اسمها اوفيس باك جراوند، وفي عندي حاجه اسمها اوفيس ثيم. فاوفيس ثيم دي هي اللي فيها اللي انت بتتكلم عليه دي، فيها البلاك اهو والدارك، وتختاري بقى حضرتك الايه، الوايت، او اختاري اللي انت عايزاه من هنا اهو، او الكلر. شفتها يا دكتور. شكرا. تمام. طيب كده الناس كلها خلصت اسئله، شكرا لحضراتكم، ان شاء الله نشوفكم على خير في امتحان اعمال السنه الخاص بالعملي في الميعاد والوقت والتاريخ اللي احنا محددينه معاكم على الجروب. شكرا جزيلا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور كده الجروب الثاني خلاص احنا مش هنحضر تاني صح؟ يا فندم خلاص، انا هرفع التسجيل ده احطه في الجروب الثاني. دكتور معلش بعت البريم ممكن تشوفها؟ دكتور حمد.